بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نتكلم النهاردة على شابتر 3 سيدمنتيشن، وهو عملية الترسيب الطبيعي. إحنا اتكلمنا قبل كده على المراحل بتاعة تنقية المية بتاعة مية الشرب. كنا قلنا إن إحنا هنعدي على 3 مراحل. أول مرحلة اسمها مرحلة الترسيب، في منها ترسيب طبيعي وترسيب كيميائي. احنا هنتكلم ان شاء الله النهارده على الترسيب الطبيعي. يليها مرحلة الفلتريشن او الترشيح، هو عملية استخدام الرابيد ساند فلتر او السلو ساند فلتر، هنتكلم عنه ان شاء الله بالتفصيل في الوقت بتاعه. يليها عملية الديسانفكشن او التطهير، وهي بتتم باستخدام حاجة من 3 او اكتر، اللي هو الكلورينيشن او الاوزون او الراديشن. كل واحدة من دول ليها شابتر خاص بيها. زي ما اتكلمنا قبل كده، احنا اتكلمنا على عملية الإمداد بالمية كلها من الأول، اتكلمنا على حسابات السكان، بعد كده اتكلمنا على ازاي اخد المية من المصدر بتاعها بالانتيك ستراكشر والأنواع بتاعته، البايب انتيك والشور انتيك والسبميرجد انتيك، وعرفنا الديزاين بتاع الكومبوننتس بتاعت كل واحد فيهم، وده الجزء اللي هو لحد شابتر 2. دلوقتي ان شاء الله هنتكلم بقى على بداية أو أول مرحلة من مراحل المعالجة أو التنقية، يعني بمعنى أصح في عملية الإمداد بالمية، وهي عملية السيدمنتيشن. السيدمنتيشن هي عملية فيزيائية الغرض منها إزالة السسبندد سوليدز. يعني إيه؟ يعني عملية بنشيل بيها المواد العالقة اللي موجودة في المية. طبعا لازم تكون المادة العالقة دي كثافتها أكبر من المية عشان تسمح إن هي يحصل لها ترسيب خلال الزمن اللي أنت هتحدده جوه الحوض بتاع الترسيب. طيب يا باشمهندسين، احنا بالنسبة لنا في أنظمة السيديمنتيشن أو الأنظمة بتاعة الأوبريشن بتاعة المحطات، عندنا نظامين. في نظام قديم وده ما عادش بيستخدم كتير، هو عبارة عن بلين سيديمنتيشن. يعني ايه بلين سيديمنتيشن دي؟ يعني ترسيب طبيعي، اللي هو بيستخدم فيه إن أنا أدخل المية جوه حوض من أحواض الترسيب وأسيبها مدة معينة بس إن هي تنزل السسبندد سوليدز اللي جواها. بعد البلين سيديمنتيشن دوت بيجي حاجه اسمها سلو ساند فلتر، ده هنتكلم عنه في الترشيح. باختصار السلو ساند فلتر عباره عن فلتر مساحته كبيره شويه، تمام، وبيعتمد في عمليه الترشيح على حاجه اسمها الديرتي سكين، هنتكلم برضو عنها في وقتها. يعني المهم ان هو المعدل بتاعه بطيء، ما بيحتاجش تكوين ماده كيميائيه، يعني حاجه اسمها الفلوكس كده مش بيكون محتاج، وبالتالي ينفع نعمل قبله البلين سيديمنتيشن. طيب النظام ده ما عادش بيستخدم ليه؟ لانه زي ما قلت السلو ساند فلتر ده بيشغل حيز كبير، وبالتالي مش هيعرف يطلع غير تصرفات صغيره، لذلك ما عادش بيستخدم كتير. النظام المتبع حاليا او اللي بيستخدم كتير اللي هو ده القديم، اللي هو بتاخد الميه من المصدر بتاعها توديها في الكوندوتس الى البياره ثم الى اللو ليفت بامب، محطات الرفع اللي هي القليله بتاعت الميه العكره، بتخش الميه على البلين سيديمنتيشن، تقعد جوه حوض ترسيب مدة معينة من 2 ل5 ساعات، بعد كده بتخش على السلو ساند فلتر. يليها بقى الحاجات الايه الكونفنشنال العادية اللي هي الديسانفكشن، بعد كده الخزان الأرضي، بعد كده البيارة بتاعة المية النظيفة، وبعد كده محطات الرفع الايه بتاعة المية النقاية. يعني السيستم ده قلنا مش بيستخدم كتير، اللي احنا هنعتمد عليه كله او اللي الناس بتستخدمه كتير هو النظام الجديد، اللي هو بتاخد المية من المصدر بتاعها وهكذا نفس الكلام دوت، بس بتعمل حاجة اسمها كواجيوليشن، عملية ترويب. ايه الترويب دوت؟ ان انا بضيف مادة كيميائية، ده اللي هو بقى تكملة الشابتر اللي هو ان شاء الله المرة الجاية او السكشن الجاي. بتعمل عملية ترويب، اضافة مادة مروبة للمية بحيث ان هي تكون حاجة اسمها فلوكس، تجمع المواد العالقة اللي موجودة جوه المية حواليها، وبالتالي يعمل عملية ايه ترسيب. طبعا الكواجيليشن كفاءته بتكون اعلى شويه، بس لازم احنا ندرس الطريقتين بحيث ان انت تكون عارف الديزاين بتاع البلين سيديمنتيشن والديزاين بتاع الكواجيليشن. زي ما احنا شايفين برضو في الرسمه دي، البلين سيديمنتيشن مقتصر على حوض ترسيب فقط لانه عمليه فيزيائيه، مش ما بنحطش اي ماده كيميائيه تانية خالص. الكواجيليشن بيكون في عمليه كيميكال فيدنج، بنضيف الماده الكيميائيه الاول وندخلها على حاجه اسمها فلاش ميكسينج تانك، خد التقليب، بنقلب المادة المروبة بسرعة كبيرة شوية، وبعد كده بندخلها على حاجة اسمها فلوكيوليشن اند سيديمنتيشن تانك. كل ده هنشرحه ان شاء الله المرة الجاية بالتفصيل. انت المطلوب منك تعرف دلوقتي بس ان احنا عندنا تو سيستمز، يا اما في السيديمنتيشن اعمل بلين سيديمنتيشن او كيميكال سيديمنتيشن، حد من الاثنين دول، ده
او ده، او في الترشيح اعمل رابيد ساند فلتر وسلو ساند فلتر. دايما البلين سيديمنتيشن مع السلو ساند فلتر، والكيميكال سيديمنتيشن مع الرابيد ساند فلتر، تمام كده. طيب ايه انواع عملية الترسيب ديت؟ انواع الترسيب على حسب الشكل بتاع الحبيب. ممكن الحبيبات اللي بتترسب دي تكون حبيبة منفصلة، بيسموها discrete particle settling، اللي هو ترسيب الحبيبات المنفصلة، وده بيحصل في النوع اللي هنتكلم عنه النهاردة اللي هو البلين سيديمنتيشن، ان كل حبيبة لوحدها، لان انت ما ضفتش اي مادة كيميائية، كل حبيبة لوحدها هتبدأ وزنها ياخدها لتحت كده وتبدأ يحصل لها ترسيب. زي ايه؟ زي كده، دي الحبيبة وبيبدأ يحصل لها ترسيب نتيجة وزنها لتحت كده، ياخدها وينزل لتحت. طيب النوع التاني حاجة اسمها settling of flocculent particles، يعني الترسيب بتاع الحبيبات اللي حصل لها تجميع، جاي من كلمة flux، ده اللي هو النوع التاني اللي احنا هنتكلم عنه المرة الجاية، اللي هو ان انا لما ضفت المادة الكيميائية وكونت لي الflux ديت، بدأت تجمع المواد العالقة حواليها وبالتالي تكون لي flux حواليها مادة عالقة، والسايز بتاعها او الحجم بتاعها بيبدأ يزيد ويحصل ترسيب بكفاءة أعلى شوية. يبقى الكلام ده يحصل فين؟ في عملية الكواجيوليشن. النوع رقم 3 ورقم 4 دول بيحصلوا في مية الصرف، يعني القاصرين على مية الشرب، هو البلين سيديمنتيشن والكواجيوليشن، دول بيحصل فيهم ديسكريت سيتلينج وفلوكلنت سيتلينج. الزون سيتلينج والكمبريشن سيتلينج دول في مية الصرف لما بيحصل ترسيب للمواد العضوية اللي بتبقى موجودة جوه مية الصرف، بيبدأ يكونوا زون كاملة كده، وتبدأ الزون دي على بعضها يحصل لها ترسيب، تمام. فدوت مش بيبقى بقى ايه، مش بي بي بيسموه مش بيبقى النوع الاولاني ده بيبقى في الديلوت سسبنشن. يعني ايه ديلوت سسبنشن؟ يعني في المية اللي تركيزها قليل، المية بيبقى تركيزها خفيف كده والمواد العالقة عايمة جواها كده، تمام، فبيحصل ترسيب عادي. انما الهاي كونسنتريشن اللي تركيزاتهم عالية هو الزون سيتلينج والكمبريشن سيتلينج. ايه الكومبريشن سيتلينج؟ اللي هو الزونز دي لما بتبدا تضغط فوق بعضيها بيبدا يكون ايه، عمليه كومبريشن، ويعمل ترسيب بكفاءه اعلى او بتركيز اعلى. هنا ده جدول كده مقارن لك بين كل واحد والتاني. طبعا طيب واحد لازم تعرف الكلام دوت بالانجليزي عشان بيجي في الامتحان في النظري، سيتلينج اوف ديسكريت بارتكلز ان ديلوت سسبنشن، يعني ان الترسيب دوت بيحصل للحبيبات المنفصله في المحلول المخفف او المياه المخففه، يعني في المياه العالقه، يعني اللي هي اللي بتبقى فوق. Particles have no tendency to flocculate، يعني الجزيئات ملهاش اي اتجاه خالص ان هي تتجمع مع بعض. ليه؟ لان الجزيئات او الحبيبات بتاعه الماده العالقه بتبقى كلها متعلقه في وسط المياه وبينها اشاره سالبه، شحنتها كلها سالبه، ففي repulsion بينهم وبين بعضهم، في تنافر بينهم وبين بعضهم، تمام. Particles settle as individual entities and there is no significant interaction with neighboring particles. يعني كل حبيبة بتنزل تترسب لوحدها كده ومفيش أي اتجاه أو أي تندنسي، أي يعني ميول إن الحبيبة دي تلزق في الحبيبة اللي جنبها. عكس الكلام دوت بيحصل في مين؟ في النوع التاني اللي هو flocculent settling. Settling of flocculent particles in dilute suspension، برضه الحبيبات بتتجمع برضه فين؟ في المية المعلقة اللي فوق دي، لسه محصلهمش زون واتكدسوا بقى وإيه؟ وبقى كونسنتريت. و as particles settle and collide with other particles the size of particle and their settling velocity increase. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي كل ما الحبيبه وهي ماشيه في عمليه الترسيب ديت، بتبدا مثلا من اول الحوض، لو جينا نشوف مثلا الرسمه دي كده، الحبيبه وهي هنا بيبقى معاها هي نفسها بس، بيبدا يزيد ليها شويه مواد عالقه تبدا ترتبط، وبالتالي الحجم بتاعها يزيد 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 يزيد. كل ما انت عماله بتزيد، كل ما ايه، كل ما الوزن بتاع الحبيبه يزيد وتبدا تنزل معاك ايه اكتر، وبالتالي هتلاقي عمليه السسبنشن دي ان الحجم او الوزن بتاع الحبيبه كل ما بتنزل لتحت في الحوض بتاع الترسيب، كل ما بيكون الحجم بتاعها بيزيد، وبالتالي الفيلوستي او السيتلينج فيلوستي اللي هي سرعه الترسيب بتاعتها هتزيد. النوع 3 اللي هو الهايندارد او الزون سيتلينج، سيتلينج اوف انترميديت كونسنتريشن اوف فلوكلاند بارتكلز. احنا قلنا الكلام ده بيحصل في ميه الصرف نتيجه ان الحبيبات ديت المواد العالقه لزقت فيها، فبتبدا دي جنب دي جنب دي جنب دي تعمل كلها زون، والزون دي بتبقى كونسنتريت فلوكلاند. يعني ايه؟ يعني تركيزها عالي بقى، مش فيها ميه، مش سسبنشن، لا ده بتبقى كونت زون كامله كده ومش متعلقه بقى، بدات الزون دي تنزل.
طيب النوع الرابع settling of high concentration، يبقى انت دي intermediate concentration، دي اللي هي بداية تجميع الزون دي. طيب لما الزون دي تراكمت فوق الزون الثانية فوق الزون الثالثة فوق الزون الرابعة بقت high concentration. ليه high concentration؟ لان ما بقاش فيها مية كتير. طيب ايه النظرية بتاعت الترسيب يا باشمهندس؟ ان احنا بنسيب الحبيبة بحيث ان هي وزنها الجرافيتي فورس بتاعتها اللي هي اللي تاخد لتحت دي عكسها الدراج فورس او الفلوتنج فورس اللي هو قوه الطفو او قوه الدفع بتاعت الايه الميه. لو الجرافيتي فورس اكبر هتبدا تتغلب عليها ويحصل ايه؟ ويحصل ترسيب. طيب طول ما الحبيبه متعلقه في الميه فبيكون الاثنين قد بعض. الدراج فورس بتساوي في سيتلنج تربيع في الاريا في السي دراج في الرو ليكويد على 2، ده قانون. والجرافيتي فورس دبليو رو سوليد ناقص رو ليكويد في الجي في الفوليوم حجم الايه؟ الحبيبه. المفروض ان لما بيكون الحبيبه متزنه الاثنين بيساووا بعض، فببدا اساوي دوت بدوت واطلع القانون بتاع البي سيتلنج اللي هي السرعه بتاعه الترسيب بيساوي الجذر التربيعي 2 جي على السي دراج اللي هو معامل الدراج كوفيشنت فاكتور ثابت يعني في اس. مين اس دوت؟ السبيسيفيك جرافيتي اللي هو لما قسمنا رو سوليد على رو ليكويد، لما قسمنا دي على دي في الفوليوم على الاير. ده القانون بتاع البي سيتلنج. ممكن يجيب مساله عليه ممكن، بس ما جاش عليه قبل كده ايه مسائل. طب لو هيجيب لك كل البارامترز اللي جوه دي، هيقول لك الدراج كوفيشنت بكام، المعامل بتاع الحبيبه دي، والاس سبيسيفيك جرافيتي، وحجم الحبيبه ايه، والاريا بتاعت الحبيبه ايه. طيب احنا بنعرف الكلام ده ليه؟ لان كل ما حجم الحبيبه او السايز بتاع الحبيبه اتغير كل ما سرعه الترسيب هتتغير معاه على حسب الحجم. الكود قايل لنا اهو ان الحبيبه اللي حجمها واحد ده كورس ساند، نوعها اسمه او المسمى بتاعها كورس ساند، بياخد 3 ثواني عشان يترسب. طيب الحبيبه اللي 1/10 اسمها فاين ساند بتاخد 38 ثانيه. طيب ده السلت 33 مينت، طب البكتيريا 55 اورز. طب هل يا باشمهندس يعقل ان انت هتعمل حوض ترسيب كف الميه تقعد 55 اورز او 230 يوم زي الكولويدال اللي هي المواد الغرويه الخفيفه خالص دي؟ لا طبعا، انت بتعمل حاجه تكون مور ايكونوميك ومور سيف. يعني ايه؟ يعني انت بتحاول تسيف نفسك من حيث الديزاين الاول، وبعد كده بتشوف الماديات برضو بحيث ان هي ايه الموضوع ما يزيدش جامد يعني. فاحنا بيكون الرينج بتاعنا قد ايه؟ من 2 ل 5 ساعات. احنا هنسيب الميه جوه حوض الترسيب ده من ساعتين لحد كام؟ لحد 5 ساعات يا شباب. زي ما اتكلمنا قبل كده على اعمال الكوليكشن وركس، وقلنا ايه الفاكتورز افكتنج اللوكيشن، الفاكتورز الافكتنج التايب بتاع الكوليكشن ورك، اتكلمنا برضو في شابتر واحد على الفاكتورز افكتنج الووتر كونسامشن. هنا لازم تعرف ايه العوامل اللي بتاثر على عمليه السيدمنتيشن. انت لازم تكون ملم بالموضوع كله عشان تعرف الحاجه ديت هتتاثر بايه. السيدمنتيشن ده ازود كفاءته ازاي او اقل او اعلي الاداء بتاعه ازاي؟ اول حاجه الخصائص الخاصه بالميه نفسها. ايه الخصائص الخاصه بالميه؟ يعني لو الميه بتاعتك دي الفيسكوزيتي بتاعتها او اللزوجه بتاعت الميه عاليه، كل ما كانت اللزوجه عاليه كل ما كان الترسيب اقل. ليه؟ لان هتلاقي في ممانعه كبيره من الميه للماده العالقه ان هي يحصل لها ترسيب. طيب ايه تاني حاجه؟ كثافه الميه نفس النظام، الكثافه واللزوجه هما الاثنين نفس الحاجه. لو زودت الكثافه او قريبين من بعض، يعني لو زودت الكثافه بتاعت الميه ده معناه ان كثافه الحبيبات هتكون قليله بالنسبه لها، وبالتالي كفاءه الترسيب هتقل. كل الكلام دوت ممكن يجي لك فين؟ في النظري. النظري بيجي الميد تيرم بيجي فيه صح وغلط، ترو اند فولس. يجيب لك كده مثلا يقول لك الووتر فيسكوزيتي از انفيرسلي بروبورشنال تو سيتلينج افشنسي، صح ولا غلط؟ تبدا انت بقى ايه تجاوب معاه تقول او لا. رقم 2 خصائص المادة المترسبة. الحبيبة اللي هيحصل لها ترسيب ديت على حسب الخصائص بتاعتها، كل ما كان الاس سبيسيفيك جرافيتي بتاعتها زادت، كل ما كان وزنها كبير يعني، كل ما كان الترسيب افضل طبعا، تحسن الايه الترسيب. حجم المواد المترسبة، كل ما زاد الحجم بتاع المواد المترسبة كل ما كان افضل. الشكل بتاعها كل ما كانت كروية، ليه؟ لان كان هيكون مقاومة المياه ليها اقل، لان السيرفس اريا بتاعت الكرة اقل من اي شكل تاني كوريجيتد كده يعني اللي هو شكله مش منتظم. تركيز الماده العالقه في الميه، اذا كانت الماده العالقه ديت ليها شحنه وكده هيبدا يحصل تنافر، لو ما لهاش هتبدا يحصل لها ترسيب. طيب ايه الكلام ده كله؟ برده مش مهم قوي.
اللي مهم حاجتين او ثلاث حاجات مهمين، حاجه اسمها الريتينشن تايم، كنا اتكلمنا عنه في تصميم الصم في الشابتر 2، تصميم البياره وتصميم المين هيدر، وحاجه اسمها الهوريزونتال فيلوستي، وحاجه اسمها السيرفس لودنج ريت، وحاجه اسمها الهيدروليك لود من اوتلت وير او الوير لودنج ريت دبليو ال ار دي اللي هي الوير لودنج ريت. ايه بقى الحاجات دي يا شباب؟ الريتينشن تايم جوه حوض الترسيب لازم ان انت لو جيت ترسم علاقه بين الافشنسي والريتينشن تايم، الحاجات دي بتبقى متجربه، يعني هم جم جربوا يقعدوا الميه ساعه ساعتين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه لحد 10 ساعات، لقوا ان انت كل ما تطول الميه جوه حوض الترسيب كل ما كفاءه الترسيب بتزيد زي ما انت شايف كده. طبعا انا ما ينفعش اجي اقعد الميه 10 ساعات هيديني كفاءه 100%، بس انا مش عايز 100% لان 10 ساعات احنا كان عندنا قانون الكيو بيساوي الكيو بيساوي الفوليوم على التايم. تمام، فانت كل ما تزود التايم كل ما يحصل ايه للفوليوم؟ كل ما الفوليوم هيزيد، وبالتالي انت ما ينفعش ان انت تزود التايم بتاع السيديمنتيشن اكتر من كام؟ من الرينج اللي هو من 2 ل 5 ساعات دول. ليه؟ لان من 2 ل 5 ساعات هيديك كفاءه بين ال 50 لحد الكام؟ لحد 95%، فدي حاجه كويسه جدا. يبقى احنا الريتنشن تايم بتاعنا هيكون من 2 ل 5 ساعات. في الامتحان بيجيب ازاي؟ جابها في امتحان السنه اللي فاتت، قال لهم الريتنشن تايم فور سيتلينج بيزن او زمن الترسيب بتاع حوض احواض الترسيب، سيتلينج بيزن او سيتلينج تانك او سيديمنتيشن تانك، كل دول معناهم احواض الترسيب، از 2 لحد 5 مينتس، يبدا يغير لك الوحده. طبعا لازم تكون من 2 ل 5 ايه؟ اورز. طيب بالنسبه للسرعه الافقيه، ايه السرعه الافقيه؟ دلوقتي حوض الترسيب هيبقى بالشكل دوت كده، والميه هتخش من هنا من الاول من البدايه وتبدا تمشي، ادي الميه اهي. تمام، معلش بقى الحاجه دي انا مش يعني ايه، على قد ما توضح يعني. الميه هتبدا تمشي من هنا كده لحد ما تخرج من الناحيه التانية، بيبقى في هنا قناه دخول وقناه خروج، هنتكلم على التفاصيل بتاعته في الرسمه بتاعته. المية وهي داخلة وهي خارجة بيبقى في حاجة اسمها في هوريزونتال وفي سيتل، يعني في سرعة ترسيب وفي سرعة الحركة بتاعت المية اللي المية جاية بيها دي. طبعا لازم تكون السريان بتاع المية الأفقي ده الفي هوريزونتال ده لازم يكون عالية ولا قليلة؟ لازم تكون قليلة. ليه؟ عشان أضمن إن السريان بتاعي يكون لامينار فلو، لازم يكون السريان ماله لامينار، يعني إيه؟ يعني هادئ، بحيث إن السرعة دي تكون 3 من 10 متر بير مينت، خلي بالك لكل ثانية لكل دقيقة مش لكل ثانية. تمام، يبقى لازم السرعة الأفقية دي تكون ما تزيدش عن 3 من 10 متر على المينت، يعني 3 من 10 2 من 10 1 من 10 أي حاجة في الحدود دي. تمام كده، طيب بشيك عليها ازاي؟ هنشوف دلوقتي قدام في التشيكات والديزاين. ايه السيرفس لودنج ريت او معدل التحميل السطحي؟ هو معدل التحميل على سطح الحوض. يعني ايه؟ يعني دلوقتي الحوض ده بيخش له ميه هنا، بيخش له ميه هنا كده، وفي سيرفس اريا. المفروض ان السيرفس لودنج ريت دوت له علاقه بالمساحه بتاعه الحوض، او هو نفسه الفي سيتلي. يعني السيرفس لودنج ريت هنثبت دلوقتي او نظريا يعني بيكون هو نفسه الفي سيتلي. يعني ايه سيرفس لودنج ريت؟ يعني كل متر مربع من المساحه بتاعه الحوض اللي هو المتر المربع اللي هنا دوت كده، كل متر مربع من الحوض جي عليه كام متر مكعب ميه في اليوم؟ يعني المتر المربع دوت كده عدى عليه كام متر مكعب ميه في اليوم؟ وبالتالي بتكون الوحده بتاعته متر مكعب لكل متر مربع في اليوم. حلو كده، يبقى عمليه السيرفس لودنج ريت دي او الفاكتور اللي اسمه السيرفس لودنج ريت ده، معدل التحميل السطحي، هو معدل دخول الميه على الحوض. طيب بيكون من كام لكام؟ من 25 ل 40. احنا عايزين السيرفس لودنج ريت يكون كبير ولا صغير؟ هو يكون في الرينج ده. ليه؟ لانه لو قل عن كده ده معناه ان السيرفس لودنج ريت هو وحدته ايه؟ متر مكعب كل متر مربع في اليوم. هو المتر مكعب في اليوم ده وحده ايه؟ دي على دي، مش دي وحده الكيو؟
ومتر مربع وحدة اريا، وبالتالي السيرفس لودنج ريت ده بيساوي كيو ديزاين على الاريا. فمعنى كده، معنى ان هو يبقى قليل معناه ان المساحة السطحية بتاعة الحوض قليلة، وبالتالي الريتنشن تايم بتاعه هيبقى صغير. ومعنى ان السيرفس لودنج ريت عالي، يعني معدل التحميل السطحي يكون كبير خالص، ده معناه ان السيرفس اريا بتاعته كبيرة خالص، وبالتالي هيبقى يعني مش ايكونوميك. انت لازم تخليها في رينج من 25 لكام؟ ل 40، بحيث ان هو لا يكون السيرفس اريا صغيره ولا يكون السيرفس اريا كبير، لا تكون صغيره وتخلي لك الريتنشن تايم صغير، تخلي لك حجم الحوض يعني صغير وبالتالي مش هيسيف معاك في الريتنشن تايم، ولا تكون كبيره خالص بحيث ان هي تكون تخليك تصرف فلوس كتير. طيب هو انا اخليها كبيره ولا صغيره او افضل يا باشمهندس؟ اخليها كبير، كل ما كبرت السيرفس لودنج ريت كل ما كان كفاءه الترسيب اعلى. طب اكبرها ازاي بقى؟ بيبدا يعمل بقى ايه حاجات تانية، انظمه تانية يعني غير التقليديه، زي حاجه اسمها اللاميلا بليتس، بيحط بليتس كده جوه تزود السيرفس اريا جوه الحوض من غير ما يزود الحجم بتاع حوض الترسيب. يبقى احنا وصلنا دلوقتي ان السيرفس لودنج ريت ده هو معدل التحميل السطحي اللي هو حجم او الكيو بتاع التصرف اللي هو المتر مكعب في اليوم ده اللي هو التصرف على الاريا. طب ما هو الكيو على الاريا دي هي نفس وحده الفيلوسيتي، احنا كنا قلنا احنا عندنا قانونين، الكيو بيساوي فوليوم على تايم، والكيو بيساوي في في اريا، تمام كده؟ فاحنا عندنا قانونين، يا فيلوسيتي في اريا يا اما فوليوم على تايم. دلوقتي الكيو على الاريا دي، مش لو قسمت الكيو على الاريا هيديني الفيلوسيتي، وبالتالي الكيو على الاريا ديت بيدي لك الفيلوسيتي. اذا السيرفس لودنج ريت نظريا هو نفسه الفي سيتلينج، عشان لما يجيبها لنا في المساله كده السيتلينج فيلوسيتي بيساوي كذا، اقول يبقى الرقم اللي هو مديهولي الواحد ونص متر على الثانيه مثلا، او 2 متر على الثانيه، او ايا كان الرقم اللي هو هيديهولك، 30 متر بير داي، خلي بالك من الوحدات، هاخد الرقم اللي هو مديهولي دوت كده واقول الفي سيتلينج او السيرفس لودنج ريت بيساوي كيو على الاريا. طيب حاجة تالتة أو الأخيرة اللي هي رقم 7، الوير لودنج ريت اللي هو معدل التحميل على الهضار. إيه أصلا الهضار دوت؟ إحنا يا باشمهندس لما بنيجي نعمل حوض الترسيب بيبقى عندنا كذا منطقة، في منطقة الدخول وفي منطقة الخروج انلت زون وأوتلت زون، وفي منطقة اللي بيحصل فيها الترسيب سيتلينج زون، دي اللي أنت بتعمل الحجم بتاعها بحيث إن هو يقعد من 2 ل 5 ساعات، وفي الجزء اللي هيتجمع فيه الروبة أو السلادج، سلادج زون. المناطق دي عشان اعملها كلها والسريان يكون كونتينوس، احنا عندنا طبعا اكوردنج تو الفلو، نشوف دلوقتي التقسيمه بتاعت احواض الترسيب اكوردنج تو الفلو طبقا للسريان، في باتش وفي كونتينوس. يعني ايه باتش؟ يعني بملى البتاع كده، بملى الحوض واسيبه يرسب وبعد كده افضيه، لا ده ما عادش بيستخدم. ليه؟ لانه مش افكتيف. طيب او كونتينوس ان انا بدخل الميه واخرج الميه في نفس الوقت، في ميه داخله وفي ميه خارجه، واعمل الحجم اللي جوه دوت على اساس الكيو والتايم بتاعي، يبقى معايا كيو ومعايا تايم اقدر اطلع منه الفوليوم بتاع السيتلينج زون دوت، بحيث ان المايه تكون داخله وطالعه وهتقعد جوه الحوض دوت من 2 ل 5 ساعات على حسب الحسابات بتاعتي. ده الكونتينوس فلو سيستم او الكونتينوس فلو ايه اوبريشن، يعني النظام التشغيل بتاع الكونتينوس ده اللي احنا هنشتغل عليه. فاحنا قلنا المايه داخله وطالعه في نفس الوقت، فانت بتحاول تعمل شويه احتياطات كده عشان المايه تتوزع جوه الحوض دوت بانتظام، ما ينفعش حته تكون بيحصل فيها ترسيب وحته تانية ما فيهاش ترسيب كويس. فبتبدا تعمل عمليه ايه، شويه احتياطات كده بتحطها في الاول. ايه اول احتياط بنحطه؟ الوير. ايه الوير ده؟ هو حته الحديده اللي بتبقى محطوطه على القناه بتاعه الدخول دي. فبنعمل شويه احتياطات ان احنا بنحط في الانلت وير وفي الاوتلت وير، يعني بنحط هدار في الدخول، الميه زي ما انت شايف كده بتبقى داخله هنا، تمام، بتبقى داخله في الحته اللي فوق دي كده في قناه في نهايه القناه كانها اتملت كده، القناه دي كلها اتملت ميه، فبتبدا الميه تعدي او تنط من فوق الايه الوير ده، بحيث ان هي تعدي من هنا زي هنا زي هنا زي هنا زي هنا في المستوى الافقي ده كله كده، تكون الميه متوزعه بانتظام. نفس النظام وهي طالعه الحته دي كده بس من ناحيه الميه، يعني هتبدا تعدي من فوق هدار 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 بحيث ان هي تخش كلها بنفس النظام وتطلع من الاوتلت ايه بايب اللي هنا دي اهو، او زي الصوره دي كده شايف
الكوبري دوت كده متشال على الحيطه اللي هناك دي. الحديده اللي محطوطه في الداير دي، الحديده اللي هنا دي اهي، هي دي الوير، هي دي الهدار اللي الميه بتعدي من فوقيه عشان تخش القناه. تمام كده، في صوره اهي، الميه بتخش من هنا وتملى الحوض ده كده وتبدا تعدي من فوق الهدار ده. طيب تعديه الميه من فوق هدار الدخول وفوق هدار الخروج، بالنسبه للخروج هو اللي يهمنا. مين كريتيكال؟ انا عايز الوير لودنج ريت، معدل التحميل على هدار الخروج دوت. يعني ايه معدل التحميل؟ يعني التصرف اللي جوه الحوض دوت كله لما يجي يطلع، يطلع بسرعه ولا ببطء؟ لا انا عايزه يطلع ببطء. ليه؟ لانه لو طلع بسرعه الميه بتمشي ازاي يا شباب؟ ببدا احط لها هنا حاجه اسمها بافل. ايه البافل دي؟ بتبقى شيت بايل كده، اللي هي حديده كده محطوطه قدام الميه، بحيث ان الميه لو دخلت هنا على طول هيبقى الحوض ده هيتملي، اتملى الحوض خلاص، هتبدا الميه الجديده اللي داخله. احنا اتفقنا ان الشغل بتاعنا كونتينوس، ميه داخله وخارجه. الميه لما دخلت ولقيت الميه دي مليانه هتبدا تمشي على الوش كده وتطلع. هل المده دي عشان تمشي بتاع 40 متر ولا 30 متر ولا ايا كان الطول بتاع الحوض بتاعك، هل المدة دي، هل ال 30 متر دول هياخدوا مدة من المية ان هي تقعد 5 ساعات او ساعتين او 3 ساعات او 4 ساعات، الرينج اللي احنا اتفقنا عليه؟ طبعا لا، المية هتجري كده على طول وتطلع في دقيقة واحدة. طيب احنا مش عايزين كده، فبنعمل ايه؟ بنحط البافل دي، نعمل شوية احتياطات بقى، بنحط البافل دي ان هي اول ما المية تخش تلاقي البافل دي في وشها، فتضطر تنزل تحت كده وتقوم ماشية كده 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 كده، وبعدين تطلع من هنا. تمام. طيب وهي ماشية كده بيبقى في هنا ميل في القاع عشان السلادج ده يتجمع هنا، ده بيبقى عبارة عن موتور. نفهم بس الرسمة دي، المية دخلت من هنا وتوجهت تحت كده، الحوض ده كله مليان مية. طب ايه الموتور ده يا باشمهندس؟ المية دي نزلت المواد العالقة اللي فيها، السسبندد سوليدز اللي فيها، وبدأت تتجمع في الحتة دي كده. ده البكرة دي بتلف كده، تمام، كل دايرة من الدوائر دي كده هي اكس محطوط كده، اللي هو زي نظام بكرات كده بتلف عليها السير دوت، وفي مقشطه هنا كده طالعه اهي، سنون طالعه في السير دوت، بحيث ان هي تقشط الايه، السلادج اللي على الارض ده وتوديه في الحته بتاعه السلادج بتاعه تكميه السلادج دي. طيب انا الميه وهي داخله من هنا مش لازم تنزل كده وتطلع كده؟ لو هي وهي نازله كده ماشيه بسرعه عاليه هتعمل ايه في السلادج ده؟ هتعمل له ريسسبنشن. يعني ايه ريسسبنشن؟ يعني هتخليه يتعلق تاني في الميه ويبدا يطلع تاني في الميه تاني فوق. تمام. فانا لازم الوير لودنج ريت بتاعي ما يكونش عالي، يعني ما يزيدش عن رقم معين. الرقم دوت من 150 لحد 300، يبقى الوير لودنج ريت بتاعنا يكون من 150 لحد 300، والسيرفس لودنج ريت من 25 ل 40. الكرايتيريا دي هنحفظها، الارقام دي هنحفظها. طيب وحده الوير لودنج ريت بتبقى متر مكعب لكل متر طولي، مش لكل متر ايه، متر مكعب لكل متر طولي في اليوم. يعني ايه؟ يعني كل متر من طول الهدار دوت عدى عليه كام متر مكعب ميه في اليوم؟ احنا عارفين طبعا وحدة المتر مكعب في اليوم هي وحدة مين؟ كيو ديزاين، ومتر هي وحدة طول اللي هو ال وير. يبقى الوير لودنج ريت بيساوي كيو ديزاين على ال وير، والسيرفس لودنج ريت لو خدنا لي كده كوبي اهي، سيرفس لودنج ريت هيساوي كيو ديزاين على الاريا بقى، على الاريا. يبقى لازم تفرق بين الاثنين دول، كيو ديزاين على الاريا هو السيرفس لودنج ريت، وكيو ديزاين على ال وير هو مين؟ هو الوير لودنج ريت. لازم يكون في حدود من 150 لحد 300. تمام كده، دي الحاجات اللي احنا هنشيك عليها دلوقتي قدام. طيب ايه الاحتياطات للانلت والاوتلت ارينجمنت، الاحتياطات اللي انا بعملها في المدخل والمخرج عشان اضمن ان كفاءه الترسيب بتاعه الحوض دوت تشتغل كويس؟ لازم زي ما قلت من شويه ان احنا نحط هدار في الدخول والخروج عشان يوزع الميه في المستوى الافقي، لازم احط البافل بعد الهدار عشان توجه الميه في المستوى الراسي في الفيرتيكال بلان. هدار الخروج لازم، احنا قلنا ان هو يحافظ على خروج الميه ودرجه الحراره. ماشي. طيب ممكن يجي يقول لك، طبعا الامتحان بقى ام سي كيو فمش هيجي يقول لك بروف اثبت، بس احنا هنقول الكلام دوت اللي هو ان احنا قلنا من شويه ان البي سيتلنج هي نفسها السيرفس لودنج ريت. لا، هو البي سيتلنج لازم تكون اكبر او يساوي السيرفس لودنج ريت.
بس نظريا احنا بنعتبرهم قد بعض. ليه يا عم؟ لان احنا دلوقتي لو ده خد الترتيب بتاعنا، الحبيبه بتتحرك بسرعه في هوريزونتال وبتنزل راسيا بسرعه في سيتلينج اللي هي بتاعه الوزن بتاعها. المفروض ان التي سيتلينج اللي هو التايم بتاع السيتلينج، الزمن بتاع الترسيب، بيساوي ايه؟ مش السرعه بيساوي مسافه على زمن؟ يبقى الزمن بيساوي مسافه على سرعه، تمام كده؟ وبالتالي التايم اللي هيحصل اللي هتاخده الحبيبه دي عشان تترسب هيساوي الديستانس اللي هي المسافه دي، تمام، على الفي سيتلينج. طيب الريتينشن تايم بقى اللي هو زمن بقاء الحبيبه جوه الحوض، الحبيبه دي هتفضل جوه الحوض ده قد ايه؟ بيساوي الفوليوم على كيو، دي من القانون بتاعنا اللي احنا اشتغلنا عليه. عشان اضمن ان الحبيبه دي اترسبت جوه الحوض، يعني بين النقطه 1 وبين النقطه 2، ما طلعتش، لان هي لو طلعت فوق النقطه 2 هتطلع مع الميه الخارجيه، لازم يكون التي سيتلينج اقل او يساوي الريتينشن تايم. يعني ايه؟ لازم يكون الزمن بتاع الترسيب اقل من زمن ايه؟ البقاء، ان هي تفضل جوه الحوض اقل من اكتر من زمن الترسيب، تمام. اذا عوض عن دوت بقيمته، دي على الفي سيتلينج، وهنا الفوليوم على كيو لازم يكون اقل او يساوي. لو جينا خدنا الفي سيتلينج في ناحيه لوحديها هتبقى الفي سيتلينج اكبر او يساوي الدي في الكيو على الفوليوم، اضرب طرفين في وسطين كده. بس الفوليوم على الدبس هو مين؟ لما اجي اقسم الفوليوم على الدبس هيديك السيرفس اريا، فين؟ في المقام، لان انا قسمت الفوليوم في المقام على الدبس في البسط. يبقى اذا الفي سيتلينج اكبر او يساوي الكيو على السيرفس اريا، يبقى الفي سيتلينج اكبر من مين؟ من الكيو على السيرفس اريا. مين الكيو على السيرفس اريا؟ ها، السيرفس لودنج. يبقى لازم الفي سيتلينج تكون اكتر او يساوي السيرفس لودنج. والله لو كانت الفي سيتلينج قد السيرفس لودنج ريت، يبقى الحبيبه اللي عند نقطه 1 دي هتنزل بالظبط عند النقطه 2 دي وهتترسب في نهايه الحوض. طيب لو الفي سيتلينج اكتر من السيرفس لودنج ريت هتترسب في الجزء المثلث ده. طيب لو الفي سيتلينج اقل من السيرفس لودنج ريت من معدل التحميل، لا ده مش هتلحق توصل للنقطه 2 ده، هتترسب هنا او هنا او هنا او هنا او هنا. هتبقى فين؟ في النص المثلث الثاني ده اللي هو اللي خارج بقى، في شويه الميه اللي هيخرج، مش هتلحق تقعد اصلا، الريتينشن تايم بتاعها هيكون غير كافي، تمام. يبقى اي حبيبه ليها في سيتلينج اقل من السيرفس لودنج ريت هتمشي، اي حد ليه في سيتلينج اكتر او يساوي السيرفس لودنج ريت هتفضل جوه الايه؟ الحوض بتاع الترسيب. طيب يا باشمهندس احنا عمالين نقول احنا بنعمل احتياطات وهكذا والكلام ده كله ليه؟ عشان اوصل لحاجه اسمها ايديال سيديمنتيشن تانك. يعني ايه؟ يعني عمر ما فيش حاجه كفائتها 100%، فانا بحاول اعمل اي حاجه للحوض بتاعي، اعمل شويه تعديلات يعني تصليحات فيه كده، بحيث ان انا اخليه يطلع اعلى كفاءه. ايه الحاجات دي بقى اللي انا عايز اوصل لها، او ايه الاسامبشن الافتراضات بتاعت الحوض المثالي او الخزان المثالي دوت اللي انا عايز اوصل ليه؟ لازم قدر الامكان الحوض المثالي بيكون السريان بتاعه لامينر. يعني ايه لامينر؟ يعني السريان هادئ، يعني السرعه الافقيه بتاعته تكون هاديه. انت بقى في الحقيقه بتحاول تخلي النظام التشغيل بتاعك كده يخلي لك الميه تمشي بسريان لامينر فلو. طيب ايه تاني؟ impurities particles are eventually evenly distributed on the whole area. يعني ايه؟ يعني الرواسب دي بتبدا تتوزع على السيتلينج زون بالتساوي، يعني ما الميه مش تروح في حته وتسيب حته، ما يبقاش في حاجه اسمها ديد زون. يعني ايه ديد زون؟ يعني تلاقي الميه لو دوت الحوض بتاع الترسيب تلاقي الميه بتروح في حته وتسيب حته، في الجناب مثلا بتبقى ما فيهاش عمليه ترسيب، وبالتالي بيسموها ديد زون. انت بتحاول بقى توزع الميه دي او توزع الجزيئات، هتوزعها ازاي؟ في المستوى الافقي والراسي. قلنا لو عايز اوزع في المستوى الافقي بروح اجيب اعمل احط ايه؟ انلت وير واوتلت وير، الهدار بتاع الدخول والهدار بتاع الخروج. طب عايز اجبر الميه اللي هي تتوزع في الاتجاه الراسي، بقوم حاطط هنا ايه؟ بافر، اللي هي الحديده او الشيت بايل اللي بتتحط هنا ده، اللي هو السور الحديد ده، تمام. طيب the case of entrance and exit doesn't affect the sedimentation efficiency، يعني الظروف بتاعه المدخل والمخرج ما بيأثروش على عمليه الترسيب، اللي هو قصده برضو ان انت لازم توزع الميه في المستوى الافقي والراسي، لان ايه؟ لان المدخل والمخرج مش يأثر، المفروض يعني في الحقيقه ما يأثروش على الكفاءه بتاعه الترسيب. the settled particles doesn't resuspended، يعني الجزيئات المترسبه ها ما بيحصلهاش ارتداد تاني، يعني في الايه؟ في الحوض،
ده قصده بيه ايه؟ قصده بيه ان انت لازم تاخد بالك وتظبط القيمه بتاعت الوير لودنج ريت. انت كل واحد من دول بتحاول بقى ان انت عايز السريان يبقى لامينر، يبقى انا هظبط الفي هوريزونتال بتاعتي عشان تخليه السريان لامينر. عايز اوزع الحبيبات واخلي ظروف المدخل والمخرج ما ياثروش عليا، يبقى لازم احط الانلت وير والاوتلت وير والايه والبافل اللي في البدايه. عايز الحبيبات ما يحصلهاش لي ريسسبنشن، لازم اظبط الطول بتاع الهدار بتاع الخروج بحيث ان هو ال وير كل ما زاد، ولا كل ما قل يا شباب؟ كل ما زاد ال وير كل ما الوير لودنج ريت قل، وبالتالي هيطلع لك في الرينج ده. يبقى انت الاحسن ليك ان انت تخلي ال وير يكون كبير. طيب الريال سيدمنتيشن تانك بقى ما فيهاش الكلام دوت. انت هل الحبيبات بتنزل من ديسكريت سيتلينج، يعني بيحصل ترسيب للحبيبات منفرده؟ ده في الحوض المثالي بيقول كده، هنا ممكن منفرده وممكن تكون فلوكس. لو كان ترسيب طبيعي بتبقى ديسكريت، ولو كان فلوكس بيكون، لو كان قصدي اللي هو الكيميائي بيكون في فلوكس، وبالتالي ده افضل في الترتيب. هل السريان بيكون منتظم في المدخل والمخرج؟ لا ما بيبقاش منتظم، انا بحاول اخليه منتظم قدر الامكان. الميه وهي ماشيه بسرعتها دي ممكن تعمل اعاده ريسسبنشن للايه؟ للمواد العالقه اللي موجوده جوه الحوض. دي الديفينيشنز، الريتنشن تايم او الديتنشن تايم والسيرفس لودنج ريت قلناها. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا على الخزان او الحوض المثالي، انا عايز بقى اعمل ايه الريكوايرمنت بتاعت التيبيكال سيديمنتيشن تانك. يعني انا دلوقتي لو عندي حوض عادي عايز اخليه يبقى قريب للمثال، اعمل ايه؟ لازم الوولز بتاعت التانك تكون فيرتيكال وسموث. يعني ايه؟ تحاول تخلي الحوائط الرئيسيه وغير منفذه امبيرميبل تو ووتر، بحيث ان انت تحاكي الايديال سيديمنتيشن تانك. الويرز انستولد ان انترانس اند اكزيت، في الاثنين، في البدايه والنهايه، في المدخل والمخرج، تو ديستريبيوت ووتر، فين؟ في الهوريزونتال بلان، عشان ممكن يجيبها لك في التشويس ويقول لك ايه الويرز انستولد تو ديستريبيوت ووتر ان فيرتيكال بلان. هل الويرز دي بتاعت الفيرتيكال ولا الهوريزونتال؟ لا دي بتاعت الهوريزونتال يا باشمهندس. الويرز بتعمل ايه؟ بتتوزع، عشان اهو شايف انت الرسمه دي، المايه لو داخله من الماسوره وطالعه من الماسوره، المايه هتخش من هنا كده وتاخد السكه اللي في الوش دي كده على طول وتمشي. مفيش، خلاص اصبح الجنب ده والجنب ده، الجنبين دول ديد زون، ما فهمش عمليه ترسيب. عمليه الترسيب كلها تحصل فين؟ في النص. فانا بحط الهدار بتاع الدخول ده عشان اوزع المايه كلها في الانلت والاوتلت، عشان المايه دوت كده يبدا يوزع المايه كلها على كامل العرض بتاع حوض الترسيب. ايه كمان؟ بافلز اند باريرز فور ديستريبيوشن اوف ووتر ان فيرتيكال بلان. بنحط البافلز والباريرز دي فين؟ في الفيرتيكال بلان. الحاجات المهمه اهي حط لك تحتها خط عشان برضو ايه تاخد بالك منها، اللي هو البافل دي اهي حته الحديده اللي محطوطه في الاول دي، ادي الدخول، دخلت على القناه، اول حاجه تقابلك في وشك هي مين؟ هي البافل دي، بحيث ان الميه ما تمشيش في وشها، لا تبدا تنزل من تحت كده وتعدي. او ساعات يعملوا البافر دي كورجيتد، اللي هي شرايح كده فوق بعضيها، او بالشكل اللي قدامك دوت كده، المايه داخله من هنا وتلاقي البافر تبدا تنزل لتحت. ايه كمان؟ عشان امنع عمليه الريسسبنشن دي لازم يكون في سلوب في البوتوم، زي ما انت شايف كده في التنفيذ اهو، الارض هنا عاليه وبدا يميل 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 لحد ما راح للحته بتاعت السلادج زون. لازم يكون في ميل في القاع بيبقى من 1 ل 2% في الدائري وزياده شويه فين؟ في المستطيل، بحيث ان الميه او السلادج اللي اتجمع ده هنا كده يتزحلق كده يروح ناحيه فين؟ السلادج هوب. طيب ايه اللي يضمن كمان ان انت السلادج دوت هيتحرك ويروح ناحيه السلادج هوبر؟ ان يكون في سلادج شود بي ريموفد بيريودكلي. يعني ايه؟ كل مده لازم السلادج ده يتشال. عن طريق ايه بقى؟ عن طريق السيستم ده كده، شايف الكوبري ده بالترس اللي محطوط هنا ده، والكساحه السكرابر اللي تحت دي بتلف كده دائري مع حركه الايه؟ الخزان او الحوض. الحوض وهو شغال في الترسيب بيبدا الكوبري دوت يتحرك كده، يلف كده ويبدا الحوض مليان ميه والمواد العالقه متجمعه تحت على الارضيه دي كده، مع الميل بتاع القاع وحركه الكوبري كده اللي هو لما يلف كده، هتبدا الحبيبات او المواد العالقه دي تتزحلق تخش جوه فين؟ جوه الجزء بتاع الميه اللي تحت ده، او السلادج هوبر اللي هو الجزء اللي تحت ده.
لو انت عملت الاحتياطات دي فانت خلاص كده انت قربت تحاكي الايديال سيديمنتيشن تانك. تمام يا شباب؟ طيب قلنا الانلت والاوتلت وير واتكلمنا عليهم عشان يمنعوا الشورت باس والكلام ده كله ايه قلنا. طيب ايه الانواع بتاعت السيديمنتيشن تانك؟ قلنا اكوردنج تو الاوبريشن لسه قايل من شويه، في فيل اند درو او الباتش سيستم اللي هو نظام الملء والتفريغ، والكونتينوس. طيب اكوردنج تو الشيب في عندنا ثلاثه، يا اما ريكتانجولر او سيركولر او سكوير. السكوير ما عادش بيستخدم كتير، ليه؟ لانه بيبقى فيه ديد زونز. معظم اللي مستخدم هو الريكتانجولر سيديمنتيشن والسيركولر سيديمنتيشن تانك، يعني حوض بيكون شكله مستطيل زي ما انت شايف كده، ادي مستطيل اهو في البلان، والميه بتخش على قناه دخول وتبدا تمشي هنا في الجزء بتاع الترسيب سيديمنتيشن زون وتطلع في قناه خروج وتخرج زي كده. تمام؟ او سيركولر الميه بتخش من هنا كده وتبدا تعدي في الشكل الراديال ده كده، يحصل لها ترسيب وتعدي على قناه الخروج اللي هي اللي بره دي كده، يبقى في هنا هدار وتخرج الميه من هنا. تمام؟ او الريكتانجولر دوت او المربع، بس مشكلته ان الحتت اللي هنا دي بتبقى ديد زون، اللي هي الاركان دي بتبقى ديد زون، عشان كده ما عادش بيستخدم كتير. ده شكل تاني برضو للايه؟ للسيركل، يا اما سنتر فيد يا اما بيربنديكولار فيد او بريفيرال فيد، اللي هو الميه بتخش من المحيط كله. اللي احنا علينا تصميمه هو الريكتانجولر سيديمنتيشن تانك والسيركولار سيديمنتيشن تانك. لازم تكون عارف الشكل بتاعه عباره عن ايه. يعني انت لما تبص على الاليفيجن والبلان كده، الاليفيجن الميه داخله من هنا هتخش على قناه اللي هي في البلان، هي دي الميه دخلت من هنا كده ملت الجزء ده كده. تمام؟ اللي هو اللي انا بتحرك فيه ده، دي القناه دخلت هنا. طيب مين الخط ده يا باشمهندس؟ الخط ده هو البافل، اللي هي البافل اللي بتبقى محطوطه هنا دي. البافل دي اول ما الميه تعدي هتبدا تلاقي البافل دي في وشها، يبقى انا كده وزعت الميه من خلال دوت كده في المستوى الافقي، والبافل حركت او وزعت الميه في الاتجاه الراسي. في خط هنا المفروض كمان عشان نهايه الايه؟ حوض الترسيب، نهايه القناه بتاعتي معلش، القناه اللي هي الايه؟ قناه التوزيع. يبقى نهايه القناه بتاعت التوزيع خط، والبافل يكون ايه؟ خط كمان. طيب الميه دخلت جوه هنا هتبدا تنزل كده وتبدا تطلع. مين دوت؟ قلنا دوت السكرابر ديت، او بيبقى عباره عن موتور. لما اجي ابص عليه في البلان ادي اكس، ادي 2، ادي 3، ادي 4. تمام؟ او ادي اكس، ادي 2، ودي ايه؟ السير لافف حوالين الايه؟ الاكس، ويبدا يلف دوت كده ويعمل قشط للارضيه بتاعت السلاج. الميل بتاع القاع هنا من 1 لـ 2%، وفي الدائري بيبقى من 4 لـ 5 او من 3 لـ 4، اكتر شويه. ليه؟ لان الطول هنا بيبقى طويل شويه، يعني طول الحوض هنا بيبقى بيوصل 40 متر، وبالتالي انا محتاج ميل صغير عشان ايه؟ ازحلق الرواسب كده وادخلها في الجزء ده. على عكس الدائري، الدائري بيبقى المسافه اللي هتتحرك فيها الرواسب هنا صغيره، وبالتالي مضطر ان انا ازود الميل اخليه من 2 لـ 4%، لان الطول دوت بيكون القطر كله بيكون اخره 35 متر، وبالتالي الحته دي هتبقى بتاع 15 متر 14 في الحدود دي، وبالتالي لازم اعمل ايه؟ ازود الميل شويه. تمام كده؟ فهمنا التصميم بتاع او التشغيل الشكل بتاع السيديمنتيشن، الميه تخش من هنا وتبدا تعدي على هدار الخروج اللي هو الخط الثاني اللي هناك دوت كده اللي بيتحط عليه الهدار. تمام؟ الهدار ده شكله يا اما يكون مستطيل، حته حديده مستطيله كده، او حاجه اسمها في نوتش وير على شكل حرف في كده، ايوه زي ده كده. يبقى عباره عن حرف في الزاويه بتاعته 90 هنا كده، تبدا الميه تعدي في السبعيه دي كده وتعدي الناحيه الثانيه، بحيث ان انا اوزع الميه بانتظام، اخرج الميه كلها بانتظام من ايه؟ من الهبار. ده الريكتانجولر. السيركولر بيشتغل ازاي بقى؟ الميه بتخش من النص مش من بره من هنا، تبدا الميه تخش هنا، بيبقى في بافل محطوطه فوق اللي الكوبري راكب عليها. لو جيت بصيت على الرسمه الحقيقيه كده، الصوره دي اهي، الميه بتخش هنا في الماسوره بتاعه الدخول، اهي الماسوره اللي في النص دي دخلت هنا كده، الحديده الدائريه دي هي البافل، الميه دخلت هنا. اول ما تيجي تمشي والخزان يبقى مليان هتمشي كده على طول؟ لا، البافل دي منعها، هتبدا توجهها لتحت، بعدين تبدا تمشي كده، توجه الناحيه دي لتحت وتبدا تمشي في النص الثاني بتاع الحوض او الخزان بتاعك. فيبدا الحوض بتاع الترسيب الدائري، الميه تخش من هنا، البافل اهي هتبدا توجهها كده، وجهها كده، وفي الكوبري دوت اللي بيمشي على الحدود بتاعت الدائري، ادي الكوبري اهو،
وبيمشي على البريفيرال دوت اللي هو المحيط الخارجي دوت، ويلف ايه بسرعة صغيرة طبعا من 1 لـ2 لفة في الساعة، يعني بيكون بطيء جدا. ليه؟ عشان لو كان بيمشي سريع هيخلي السلادج ده ايه يعمل له ايه، يحصل له ريسسبنشن في المية تاني. قلنا انواع الريكتانجولار ويل، انواع الويرز، يا اما ريكتانجولار لو الوير لودنج ريت كان 150 او اقل، لو زاد عن 150 بقى في حدود ال 300، يعني من 150 ل 300 بنستخدم فينوتش، وهو الاغلب هو المستخدم الايه الفينوتش. ادي شكل تاني برضو للريكتانجولار، صورة ملونة يعني شوية توضح. ده الموتور بلفة في السيور دي كده، وتبدأ السيور تجمع السلادج فين في الجزء اللي تحت ده. وادي السيركولر، صورة برضو واضحة شوية. ادي المية دخلت من هنا، وادي البافل اللي هي الدائرية دي كده، والمية هتنزل من هنا تبدأ تعدي على الحديدة اللي هنا ديت، بيسموها هي دي الوير. الوير بيبقى على بداية بيتحط هنا. طيب ايه الحديدة اللي طالعة دي؟ بيسموها سكام بافل. ايه سكام بافل؟ لو في مادة طافية ولا حاجة بتبدأ الحديدة دي كده تحجزها، تمام، وتفضل المواد الطافية دي تلف كده مع حركة المية وتروح فين في الحوض أو الحتة السكام طافية دي، ماشي، تبدأ تجمعهم. وادي ماسورة بتاخدهم كده وايه وتشيلهم. طيب الهدار بيتحط فين؟ بيتحط على الحديدة دي، دي القناة بيسموها الإفلانت شانل أو الإفلانت لوندر، القناة بتاعة الخروج. والفينوتش وير بيركب فوقيها بالظبط أهو، الفينوتش وير سهم رايح عليها، تمام كده. طيب الجزء بقى اللي يهمنا ده كده عشان تكون فهمت الدنيا ماشية إزاي في عملية الترسيب، عايزين بقى الديزاين. المسألة أسهل ما يكون، أنت معاك كام كرايتيريا هتبدأ تحرك فيهم. طبعا ما فيش استنباط، ما عادش فيه بقى ايه ان انت تحفظ اسيوم كذا اسيوم كذا اسيوم كذا وترص، لا، على حسب الداتا اللي الدكتور هيديها لك في المساله هتبدا انت تحل المساله بتاعتك. يعني مثلا احنا عندنا شويه كرايتيريا اللي هي السيرفس لودنج ريت من 25 ل 40، الريتنشن تايم من 2 ل 5 ساعات، العمق او الدبس بتاع الحوض من 3 ل 5 متر، الوير لودنج ريت قلنا من 150 ل 300، والفي هوريزونتال اقل او يساوي 3 من 10، سرعة المية في ماسورة الدخول والخروج زي سرعة الايه الانتيك بالظبط، زي السرعة في الكوندويت من 0.6 ل 1.5. طيب الان نفس الان بتاعت الكوندويت لازم يكون اكتر من 2. هبدأ اتحرك ازاي بقى في الكرايتيريا دي؟ يعني مثلا السيرفس لودنج ريت ده بيساوي ايه؟ بيساوي كيو على اريا، لسه قايلين من شوية كيو ديزاين على الاريا. طيب انا معايا كيو ديزاين ولا معايا الاريا؟ معايا كيو ديزاين، مش انا حاسب الكيو ديزاين من الاول واحنا بنصمم المحطه قلنا على ايه؟ على انهي كيو؟ على كيو ماكسيمم مانثلي، وبالتالي كيو ديزاين بيساوي 1.1 في 1.5 في مين؟ في كيو افريج. يبقى انت كده معاك الكيو ديزاين هتحسبها زي ما سبق يعني، او هو هيديها لك جبن هيقول لك المحطه بتطلع كيو كذا جاهزه كده في المساله، يا دي يا دي، سواء هتحسبها او كده. بس خلي بالك من حاجه، ان هو لازم ان انت لازم تحصل على كيو ديزاين بالمتر مكعب بير اور. ليه بقى؟ لان ساعات بيدي لك عدد ساعات تشغيل المحطه، يجي يقول لك المحطه دي لو هي شغاله 24 ساعه هتبدا انت تحسب الكيو ديزاين بتاعتك عادي خالص، تقسمها على 24 تطلعها بالمتر مكعب بير اور، تقسمها على 60 تطلعها متر مكعب بير مينت، تقسمها على 60 تطلعها متر مكعب بير ايه بير سكند. طيب لو هي بقى لو المحطه شغاله 16 ساعة 20 ساعة هتبدأ أنت تقسم الكيو ديزاين دي على الوركينج اورز، ولما تيجي تشتغل شغلك كله هتشتغل بالمتر مكعب بير اور. ليه؟ لأن أنت أصبح عندك دلوقتي هو ده التصرف الفعلي، كل ساعة داخل للمحطة ديت مية قد إيه؟ كام متر مكعب في الساعة؟ قد كذا. طيب نلاحظ إيه بقى يا باشمهندس؟ إن إحنا السيرفس لودنج ريت والوير لودنج ريت الأرقام الإمبيريكال دي كلها محسوبة المحطة شغالة 24 ساعة. يعني انا دلوقتي لما اجي احسب السيرفس لودنج ريت بيساوي قول مثلا 30 بيساوي كيو ديزاين على الاريا، هحط كيو ديزاين بوحده ايه؟ هحطها بالمتر مكعب بير اور لو انا بديك عدد ساعات تشغيل، وبالتالي لازم احول ال 25 او ال 40 اللي هو الرقم مثلا وليكن 30، لازم احول ال 30 دي لمتر مكعب بير اور. لما اجي احولها اقسم على كام؟ اقسم على 24، لان المحطه الامبيريكال اللي احنا جايبين منها الارقام دي شغاله 24 ساعه. يبقى اي كرايتيريا من اللي احنا هنحفظها سيرفس لودنج ريت وير لودنج ريت في هوريزونتال اي حاجه من دول لما اجي احولها هقسم على الرقم اللي احنا عارفينه 24 و60 و60 والحاجات دي،
تمام؟ يبقى هقسم على 24 مش هقسم على عدد ساعات التشغيل بتاعت المحطة. النقطة دي مهمة جدا، وأول خطوة للناس لو غلطت فيها بقية المسألة هتبقى غلط. طبعا بقية الكرايتيريا في حالة الديزاين، لو أنا بس اشتغل ريكتانجولر أو سيركولر، قلنا الديبس بيكون من 3 ل 5. الريكتانجولر فيه امبيريكال بقى دايمنشن، يعني الطول من 4 لـ5 مرات العرض، والعرض من 2 لـ4 مرات الدبس. طيب يا باشمهندس الارقام الامبيريكال ده انا هقعد احفظها؟ لا، دلوقتي الامتحان اصبح ام سي كيو، فهو هيقول لك الطول كام والعرض كام وانت تجيب الدبس مثلا، او الدبس كام والبي كام وانت تجيب الطول، وهكذا. هنشوف دلوقتي المسائل. طيب الميل بتاع القاع من 1 لـ 2%، هنا الميل من 2 لـ 4%، العدد لازم يكون اكتر من 2، هنا لازم اكتر من 2. القطر هنا ما يزيدش عن 35 متر، ليه؟ عشان الفواصل، الفواصل بتاعت التمدد والانكماش. طيب الفوليوم هنا بيساوي ايه؟ الحجم بيساوي ال N، ما تنساش ال N هنا وهنا، في حجم الواحد بس، حجم الواحد الطول في العرض في الارتفاع، هنا حجم الواحد مساحة القاعدة باي على 4 فاي تربيع في الدبس. السيرفس اريا هي N في الطول في العرض، هنا السيرفس اريا هي N في باي على 4 فاي تربيع. الكروس سيكشن اريا هي ان في البي في الدي، هنا مش هحتاج كروس سيكشن اريا. هو انا هحتاج كروس سيكشن اريا في ايه؟ لما اجي احسب الفي هوريزونتال، هي الفي هوريزونتال دي بتساوي ايه؟ لما احنا قلنا كده الحوض المايه ماشيه فيه كده، ادي الحوض بتاع الترسيب والمايه ماشيه كده، الفي هوريزونتال السرعه الافقيه دي بيساوي ايه؟ هي الكيو على الاريا. انهي اريا بقى؟ احنا اتفقنا ان دايما الاريا العموديه على حركه الماء، اللي هي دي، اللي هي المساحه العموديه على حركه الماء، اللي هي العرض البي في الدبس. فلازم اعرف الاريا العموديه دي بكام عشان اشيك على الفي هوريزونتال. يبقى الفي هوريزونتال بيساوي كيو ديزاين على الاريا العموديه، اللي هي ان في البي في الدي، الطول في البي في الدي، اللي هو العدد في العرض في الدبس، ماشي مش الطول. يبقى في سيرفس اريا وفي كروس اريا. السيرفس اريا بجيب منها الفي سيتلينج، السرعه اللي لتحت. الكروس اريا بجيب منها السرعه اللي هي العموديه عليها، اللي هي الفي هوريزونتال. الوير لينس طول الهدار، لما اجي ابص على الريكتانجولار وير هلاقي هنا ان الخزان المستطيل الميه بتطلع منين؟ من الحته دي، صح؟ مش المايه كلها بتعدي من فوق الهدار ده كده؟ فطول الخروج بتاع الهدار بيساوي ايه يا شباب؟ ها؟ مين ده؟ طول ولا العرض ده؟ ده العرض، يبقى البي، وطبعا بتضرب في ان عشان عدد الاحواض، انت بتحسب لكل حوض واحد فيهم، بشيك على الوير لودنج ريت لكل حوض. يبقى ال وير هنا هو العرض، امال ال وير هنا بيساوي ايه؟ الميه بتخرج منين هنا؟ من الدائري ده كله. يبقى ال وير هنا بيساوي ايه؟ اللي وير هنا بيساوي يا شباب؟ بيساوي المحيط بتاع الدايره كله. يبقى لما نيجي نبص هنا كده هتلاقي الوير لينس هنا هي ان في باي في فاي، المحيط بتاع الدايره، امال هنا ان في البي، العدد في مين؟ في العرض بتاع الحوض بتاعنا يا شباب. طيب لما اجي احسب بقى، انا معايا ريتنشن تايم، مش انا عارف ان الفوليوم او الكباستي او الحجم بيساوي كيو ديزاين في ريتنشن تايم، فانا ممكن اجيب الحجم دلوقتي، ومعايا السيرفس لودنج ريت او الفي سيتلينج هو هيكون مديها لك في المساله، هطلع منها مين؟ الاريا. وبعد كده ده النظام بتاع الديزاين القديم ده، اقول البي من 2 لـ4 مرات الدي، والال لا ما عادش فيه الكلام ده. في الامتحان هو هيعمل ايه؟ هيحدد لك الارقام دي، وبعدين اطلع الاريا. الاريا بيساوي ان في ال في في، ما انا معايا ال ومعايا البي، المفروض ان انا دلوقتي بالامبيريكال دي معايا ان ال وبي، هو في الامتحان هيديك دي وهيديك دي. وانت حسبت الاريا منين؟ من السيرفس لودنج ريت، اصبح معاك دي ودي ودي. يبقى احنا يا باشمهندس في الامتحان سيرفس لودنج ريت هيجيب لي الاريا، ريتنشن تايم هيجيب لي الحجم، تمام؟ ما انا لو معايا الاريا ومعايا ال ومعايا البي مش هعرف اجيب ال ان ولا لا، واقوم اقرب ال ان بتاعتي لاقرب رقم. وبعدين لو طلب مني تشيكات اشيك على الريتنشن تايم اللي هو بيساوي الفوليوم على الكيو ديزاين، اللي هو الحجم الكباستي يعني على الكيو ديزاين، الحجم بيساوي ايه؟ ان اللي انت طلعتها في ال اللي انت طلعتها في البي في الدي على كيو ديزاين بوحده متر مكعب بير اور، عشان اطلعه في الرينج اقارن بال2 لـ5 ساعه.
طب السيرفس لودنج ريت كيو ديزاين على المساحه بتاعته، ما هو السيرفس لودنج ريت ده هو الفي سيتلينج، المساحه العموديه على السيتلينج هي مين؟ هي المساحه السيرفس اريا اللي هي ال ال في البي، الطول في العرض. طب الفي هوريزونتال كيو ديزاين على ان في بي في دي اللي هي المساحه العموديه على الفي هوريزونتال، ولازم تكون بوحده متر مكعب بير مينت عشان اقارن بالرقم بتاعها بير مينت. والوير لودنج ريت كيو ديزاين على ال وير، تمام. لو طلع اقل من 150 بستخدم ريكتانجولر، من 150 ل 300 بستخدم اللي هو الفي نوتش وير. طيب لو طلع كبير بقى، وده في الغالب هيطلع معاك انسيف دايما في حاله الريكتانجولر. ليه؟ لان الريكتانجولر بيكون عرضه صغير، ال وير ده بيكون صغير 10 متر مثلا، وبالتالي لما تيجي تقسم عليه بتلاقي الرقم ده طالع لك 900 1000، رقم كبير كده. فما ينفعش اعمل كده، ما ينفعش اسيب الوير لودنج ريت يكون كبير بحيث ان المايه وهي طالعه تبقى سرعتها عاليه جدا. فهعمل ايه يا شباب؟ اقوم معدل انا بقى، مش انا عايز اخري ان الوير لودنج ريت ده ما يزيدش عن 300، حطه لي 300 وطلع لي انت ال وير الجديد. يبقى ال وير نيو بيساوي كيو ديزاين على الوير لودنج ريت، اللي هي دي ان في الوير لودنج ريت. هتقسم كيو ديزاين على ان في الوير لودنج ريت، اقصى قيمه ليها انت عايزها 300، طلع ال وير الجديد. طيب وعدل الشكل اللي هتدار ازاي بقى؟ بالشكل حسب حاجه من الاثنين دول. تبدا الميه تخش من هنا كده، بدل ما بتطلع الميه من الحته دي كده بس، لا هقوم مكسر الهدار ده كده من هنا ومن هنا كده، بحيث ان انا اخلي الميه تطلع من هنا ومن هنا ومن هنا. طيب الطول بتاعك لقيته كبير ومش مكفي الحته دي، لان ال واحد ده لازم ما يزيدش عن التلت، ما ينفعش ان انت تخليه يعني لو طول الحوض ده 30 متر ده لا ما ينفعش يزيد عن 10 متر. طيب جيت انا عملت ده 10 وده 10 وده 10 ولقيته برده لسه انسيف، هعمل ايه؟ هبدا اعمل الشكل اللي قدام الكورجيتد ده، اكسر الهدار ده كده بحيث ان الميه تعدي من الحته دي والحته دي والحته دي كلها، الحته دي كلها، الحته دي كلها، والحته دي كلها، فاصبح معاك ادي 10 وادي مثلا متر وادي 10 وادي متر وادي 10 وادي متر وادي 10 وادي متر وهكذا. تبدا انت بقى ايه تقسم الحته دي على كده. طبعا في الامتحان مش هيقول لك تقسم كده، انا يعني بقول لك دي عشان الايه في الواقع يعني. ايه اللي هيختلف في تصميم الريكتانجولر عن السيركولر؟ ولا اي حاجه غير السيرفس اريا. هنا الفوليوم بيساوي كيو ديزاين في ريتنشن تايم، طلع الفوليوم. السيرفس لودنج ريت هطلع منه الاريا. الاريا دي بتساوي ايه بقى؟ ان في باي على 4 في فاي تربيع، هناك كانت بتساوي ان في ال في بي. طيب هنا بقى معايا مجهولين ان وفاي، في الامتحان مش هيبقى في مجهولين ان وفاي، ده هو اللي هيقول لك الان وتطلب الفاي، او يقول لك الفاي ويطلب الان، حاجه من الاثنين، مفيش خلاف في الكلام دوت يعني. وهشيك على ريتنشن تايم عادي خالص في زي اللي فات. بعد كده بنصمم ايه يا شباب في حوض الترسيب؟ بنصمم السلادج هوبر، وبنصمم الانلت والاوتلت باي، ماسوره الدخول والخروج. ايه السلادج هوبر؟ الجزء بتاع السلادج، الحجم بتاع السلادج اللي بيبقى تحت هنا ده كده، ده عايزين نصمم الحجم، الحته دي نعمل حجمها قد ايه، الجزء المخروط اللي تحت ده كده في الصوره الحقيقيه اللي هو اللي فيه شويه الميه ده، عايزين نصمم بقى ايه الجزء المخروط ده. صممه ازاي؟ بص يا سيدي، الحجم بتاع السلادج بيساوي ايه؟ انت دلوقتي في شويه سسبندد سوليدز، مواد عالقه هتبقى موجوده جوه الميه، رينجها قد ايه؟ بيبقى من 80 لحد كام؟ لحد 100 او لحد 120، بيبقى في حدود ال 80 يعني. هل كل المواد العالقه دي حوض الترسيب هيشيلها؟ هل حوض الترسيب ده كفاءته 100%؟ لا، وبالتالي مش هيشيل كل السسبندد سوليدز دي. فلما بضرب السسبندد سوليدز دي في الريموفر ريشيو، في نسبه الازاله او الافشنسي، ممكن يجيبها لك في الامتحان كده، جابها السنه اللي فاتت قال لك الافشنسي اوف سيديمنتيشن تانك 90%، يبقى الريموفر ريشيو كام؟ 90%. في السسبندد سوليدز فانت كده جبت شويه السلادج اللي هيتشال. وحدتها ايه دي؟ وحدتها بي بي ام، بارت بير مليون، اللي هي جرام على المتر مكعب. ركز كده بقى معايا، ده الجرام على المتر المكعب، جرام على المتر المكعب، حلو كده. بضربها في الكيو ديزاين اللي هي الكيو بتاعتي اللي هي وحدتها متر مكعب في اليوم،
يبقى بضرب دي في مين؟ في الكيو ديزاين اللي هي وحدتها متر مكعب في اليوم. مش المفروض ان دي هتروح مع دي؟ يبقى كده الحاجة اللي طلعت عندك دي من البسط وحدتها جرام بير دي، جرام فين؟ في اليوم. يبقى انا كده خلاصة البسط ده كده هيطلع لي جرام في اليوم. انا عايز اطلع حجم مش جرام، انا عايز اطلع فوليوم. ايه اللي حول الوزن لحجم؟ هو الكثافة، جاما اس. جاما اس هي كثافة المادة الصلبة، بتبقى 1.2 طن على المتر المكعب. يبقى لما اقسم على الكثافة فانا حولت الحجم ده، حولت الكتلة لحجم. لما اقسم جرام على اليوم، لما اقسمه على طن على متر مكعب، المفروض ان دي هتروح مع دي، بس دي وحدتها جرام ودي وحدتها طن. عشان احول الطن للجرام اعمل ايه هنا؟ اقوم ضارب في مليون 10 أس 6، يبقى ده في ده مع بعض كده يطيروا مع الجرام، يفضل لك ايه؟ متر مكعب. يبقى خلاصة التقسيمة دي كلها كده على بعضيها كده هتطلع لك متر مكعب في اليوم. كده السلادج اللي طلع عندنا كام متر مكعب في اليوم؟ يبقى لما قسمت دول على كيو على جاما اس في 10 اس 6 طلعتها متر مكعب في اليوم. طيب ده كده حجم السلادج اللي طالع من كل الاحواض مع بعضيها. انا عايز اعمل ايه لكل حوض حجم السلادج قد ايه؟ فبقسم على مين؟ على عدد الاحواض. طيب هل كل حوض من دول هيتملي ميه كده او يتملي سلادج ويتشال مره واحده؟ لا، ده احنا بنشيله من مرتين لثلاث مرات، اللي هي النمبر اوف ويذدرولز بير داي، اللي هو عدد مرات الازاله في اليوم، من مرتين لثلاثه. فبرضه بقسم على عدد مرات الازاله، وايه كمان؟ بقسم على 1 ناقص ووتر كونتنت، اللي هو بيسموه السوليد كونتنت. ليه؟ لان الجاما اس اللي انت حسبتها دي كثافه الروبه كلها على بعضها، تمام؟ واحنا اتفقنا ان الميه بتاعت اللي هتطلع السلادج ده كده مش بيبقى كله سلادج، بيبقى فيه شويه ايه؟ 5% سوليدز مثلا و95% ميه، معظمه ميه يعني. فبقسم على 1 ناقص الووتر كونتنت اللي هو الجزء السوليد بتاعنا، عشان انا ضربته في جاما اس. كده بالشكل اللي قدامك ده كده هتطلع حجم السلادج بتاع المره الواحده بتاع الحوض الواحد، ماشي؟ طيب لو جاب بقى زي ما بيجيب في الامتحانات كده وطلب الديلي فوليوم اوف سلادج، لو طلب منك الديلي فوليوم اوف سلادج، حجم السلادج اليومي، يعني ايه اليومي؟ يعني اللي طالع من المحطه كله. يبقى ما اقسمش على ان ولا ان، يبقى هشيل الان الاولانيه دي والان الثانيه دي، تمام؟ يبقى لو طلب الديلي فوليوم هشيل دي واشيل دي، طلب الفوليوم اوف سلادج الكلي هسيب الان والان، يعني الفوليوم اوف سلادج ده بتاع الواحده بس في مره الازاله الواحده بس لكل حوض هسيب الان والان. طلب الكلي بتاع اليوم الواحد على بعضه كده، ما اقسمش هنا وما اقسمش من الاخر. لو لقيت الحجم طالع معاك 15 17 20 في الحدود الارقام الصغيره دي كده، يبقى انت قسمت على ان وان، يبقى ده بتاع الحوض الواحد. طيب لو لقيته طالع 600 700 800 1000، لا يبقى ده الديلي فوليوم اوف سلادج اللي هو حجم السلادج اليوم بتاع المحطه كله على بعضه، ماشي؟ عشان هتيجي دلوقتي في الايه، في الامتحان بتاع المتر. بالمناسبه المتر بيجي مساله سيديمنتيشن من ده ومساله بتاعه الكوليكشن ووركس، والفاينل بقى بيبقى النوع الثاني من السيديمنتيشن اللي هو الكواجوليشن، تمام كده؟ ايه تاني عايزين؟ يبقى احنا كده عايزين نحسب الحجم بتاع السلادج اللي عندنا. قلنا لو هنحسب الكلي هنحسب بالقانون دوت، لو هنحسب لكل مره هنحسب بالقانون اللي فوق دوت. طبعا الحاجات دي احنا قلناها، ال WC الووتر كونتنت اللي هو 1 ناقص الووتر كونتنت على بعضيها، برضو لما يجي يقول لك السوليد كونتنت بكام ممكن تشيل ده كله كده وتحط مكانه السوليد كونتنت. يعني لو قال لك الووتر كونتنت بكذا هتحط 1 ناقص الووتر كونتنت. طب لو قال السوليد كونتنت ب2% يبقى هشيل ده كله كده واحط مكانه 2%، ماشي كده؟ طيب لما اجي اصمم السلادج بايب، الماسوره، احنا قلنا اي ماسوره بتتصمم على كيو بيساوي الاريا في الفيلوستي، صح؟ كيو بيساوي الاريا في الفيلوستي، بس انا مش معايا كيو، انا معايا حجم السلادج، معايا الفوليوم بتاع السلادج بتاع كل مره من السحب. طيب ايه اللي حول الحجم للتصرف؟ الكيو بتاع السلادج بيساوي الفوليوم على الزمن بتاع السحب. طب انا بسحب في زمن قد ايه؟ من 10 ل 20 منت.
يبقى لما اقسم حجم السلادج بتاع المره الواحده للخزان الواحد او للحوض الواحد على 10 ل 20 منت، بس ما تنساش تضرب لي دي في كام؟ في 60، لان احنا عايزين نطلع كيوب متر مكعب بير سكند. ها هتعمل ايه؟ هتقسم لي دي على 10 في 60 يديك الكيوب بتاع السلادج، يبقى الكيوب بتاع السلادج بيساوي الاريا في الفلوستي، يبقى الاريا بيساوي كيو على الفلوستي، واطلع الاريا بالمتر مربع، الاريا بيساوي باي على 4 في فاي تربيع. لازم الفاي بتاعه الوزدرول بايب الماسوره بتاعه السحب دي تكون اكتر او يساوي ال 200، لان عشان ما يحصلش فيها انسداد، يعني على اساس ان الايه الميه هيكون فيها مواد عالقه، وبالتالي عايزين القطر بتاعها يكون كبير. يعني الماسوره بتاعه الدخول والخروج زي العادي بالظبط، الكيو بيساوي الاريا في الفيلوستي، واطلع الاريا بيساوي كيو على الفيلوستي، والسرعه واحد وهكذا. بس خلي بالك الكيو احنا بنحسب الكيو بتاعه الوان بايب، مش بتحط الكيو كلها. يعني كيو ديزاين بنقسمها على مين؟ على ان. يعني احنا لو عندنا 4 احواض ترسيب، كل حوض هيكون ليه ماسوره دخول قوي يا شباب وماسوره خروج، تمام؟ وبالتالي الكيو اللي هتمشي في الماسوره الواحده هي الكيو بتاعه كيو ديزاين على الان، بقسم يعني. ده اكزامبل كده على الديزاين بس بالطريقه الايه اللي هي القديمه. تعال نشوفه كده سوا. If the population of a city equals 250,000 capita and the average water consumption 200 لتر per capita per day والبيك فاكتور monthly بيك فاكتور بيدوا لك 1.4، عايز give full design of rectangular sedimentation tank. الكلام دوت كان ايام الامتحانات المقالي، احنا هنشوفه بس كتدريب كده وهوريك شكل الاسئله الام سي كيو. اول حاجه هحسب الكيو افريج اللي هو التصرف المتوسط بتاعي، يساوي البوبيوليشن في الووتر كونسمشن 250,000 في 200 على 1000 عشان احولها متر مكعب بير دي. وبعد كده احسب الكيو ديزاين 1.1 في البيك فاكتور في الافريج، هو الزمني هنا بيك فاكتور 1.4 اللي احنا كنا حافظينه 1.5، واطلع الايه الكيو ديزاين. وبالمره طالما ما الزمنيش بعدد ساعات تشغيل اقوم احولها اور ومينت وسكند، اقسم على 24، هنا 24 في 60، هنا 24 في 60 في 60، بحيث ان انا لو احتجت الوحده ديت اعوض بالرقم ده على طول، لو احتجت ده اعوض بالرقم ده على طول، ما احتاجش ان انا اقعد ايه احول في كل نقطه. يعني بنفرض الريتنشن تايم برقم معين، وده طبعا هو هيديهولك في المساله لو كان ام سي كيو. اطلع الفوليوم، طلعت الفوليوم بيساوي كيو ديزاين في ريتنشن تايم، خدت انهي كيو ديزاين؟ خدت كيو ديزاين اللي بوحده الاور عشان ده وحدته اور، وانجزت نفسي على طول. طيب السيرفس لودنج ريت 30 متر مكعب لكل متر مربع في اليوم او الفي سيتلينج، هطلع الاريا بيساوي كيو ديزاين على السيرفس لودنج ريت، خدت كيو ديزاين انهي؟ اللي بالدي عشان دي وحدتها دي، تمام. اذا الدبس بيساوي ايه؟ انا معايا دلوقتي فوليوم ومعايا اريا، هطلع الدبس، طلعته ببدا اشيك على الدبس ده يكون من 3 ل 5 متر، يبقى ايه تمام. وابدا اشوف الامبيريكال بتاعي البي من مرتين لاربع مرات الدي، يعني من 7.5 ل 15 متر، خدت انا 10، تمام. والال من 4 ل 5 البي، يعني من 40 ل 50 متر، احنا خدناه 40، تمام. اقدر دلوقتي اطلع الاريا توتال اللي هي ان في ال في بي، معايا الاريا توتال ولا لا؟ معايا الاريا بتاعت الترسيب كلها، بيساوي الحجم بيساوي الان في الطول في العرض، معايا الطول ومعايا العرض، هجيب مين؟ الان. طلعت 6.4، 6.4، يبقى احنا هناخدها كام؟ 7، تمام. وابدا اشيك بقى، انا دلوقتي اصبح عندي 7 احواض ترسيب، الطول 40، العرض 10، الدبس 3.75. عايز اشيك اشوف الناس دي هتحقق لي ريتنشن تايم والسيرفس لودنج ريت والفي هوريزونتال والويرد لودنج ريت بتوعي ولا لا. هبدا اشوف الريتنشن تايم بيساوي الفوليوم الفعلي الحقيقي بقى اللي هيتنفذ على كيو ديزاين بتاعتي. الفوليوم بيساوي ايه؟ الان في الطول في العرض في الارتفاع، يعني 6 لا 7 بقى، 7 في 40 في 10 في 3.75، تمام. هيدي لك 3 على الكيو ديزاين بير اور اللي بوحده الساعه، هيطلع لك 3.27 اور، تمام. طيب السيرفس لودنج ريت بيساوي كيو ديزاين على ان في ال في بي اللي هو الكيو على الاريا توتال الاكشوال بقى، 77,000 متر مكعب بير دي على 7 احواض في الطول 40 في العرض 10، طلعت 27.5 في الرينج من 25 ل 40، يبقى تمام. طيب الفي هوريزونتال الكيو ديزاين على الاريا العموديه على حركه المايه الهوريزونتال، المايه هوريزونتال كده، يبقى المساحه العموديه هي البي في الدي، ان في بي في الدي، طلعت 0.2 اقل من كام؟ اقل من 0.3،
يبقى ايه؟ يبقى سيف. طيب الوير لودنج ريت، احنا اتفقنا ان احنا في الريكتانجولار بنطلع من ال ان اف بي، العرض بتاع الهضار هو ان اف بي، او الطول بتاع الهضار هو ان اف بي، يبقى اقسم ال 77000 على 7 في 10 طلعت كام؟ شوف الرقم كبير قد ايه، 1100، واحنا ايه اخرنا 300. فهبدا انا احط ال 300 بتاعتي واشوف ال ال وير الجديده انا محتاج قد ايه، محتاج 36 و7 من 10 متر. تمام، في الامتحان هيطلب منك لحد كده، مش هيطلب منك الايه الرسم، ماشي؟ بس بنقول دي كده عشان تبقى انت فاهم الدنيا ازاي. طيب السلادج هوبر، الجزء بتاع السلادج برضو انت انت دلوقتي بتفرض كل الحاجات دي في الامتحان، هو هيدي لك السسبندد سوليدز كام، والووتر كونتنت او السوليد كونتنت كام، وعدد مرات الازاله والريموف ريش، كل الحاجات دي هو هيديها لك في المساله. هتبدا تعوض في القانون بتاع حجم السلادج، طلع 8 وشويه، 8 رقم صغير اهو، يبقى انت كده قسمت على ان وان. لو انت ما قسمتش على دي ودي، فانت بتجيب الديلي فوليوم اوف سلادج، ده اللي هو طلبه في الامتحان، هتشوفه دلوقتي. طيب عايز اصمم من الماسوره، هنفرض الزمن 10 دقائق، اقسم الحجم دوت على 10 في 60، طلعت التصرف، فرضت السرعه 2 متر على الثانيه، رقم كبير، المفروض سرعه السلادج بايب بتكون كبيره شويه، ليه؟ عشان الميه فيها ايه؟ شويه سلادج، فبتبقى السرعه فيها من 1 ل 2 متر على الثانيه، مش عايزينها تترسب يعني. فاحنا هنا فرضناها 1.5، طبعا في الامتحان هيلزمك برقم معين، واطلع الفاي وهكذا. لو انا عايز اصمم بقى سيركولر التصرف، اهو ساعات زي ما انا قلت لك ممكن انت تحسبه زي المساله اللي فاتت، او انا اديهولك. لو كيو ديزاين 70000 متر مكعب في اليوم، هتبدا انت تحولها وتمشي عادي خالص في المساله، بس اللي هيفرق هنا هو مين؟ هو الان وباي على 4 في تربيع والحاجات دي، وتشيك وتشوف الايه؟ السلادج بايب وهكذا. لو هو بقى مديني في المساله عدد ساعات تشغيل، الوركينج اورز ايكوال 20، لازم احسب الافريج والديزاين اهي، مش هعمل اي حاجه خالص بالرقم ده، هشتغل كل شغلي على مين؟ على الرقم ده لما اقسمه على 20، وتكمل الايه؟ الحل بتاعك عادي، مش كده؟ طيب لو طلب مني المينيموم اريا بتاعت السيديمنتيشن تانك، هو اقل اريا تيجي لما السيرفس لودنج ريت يكون عالي ولا قليل؟ كل ما دي قلت كل ما السيرفس لودنج ريت ايه؟ زاد. يبقى انت كده محتاج تاخد اقصى قيمه في السيرفيس لودنج ريت اللي هي كام؟ اللي هي 40. دي بس يعني ايه شويه ملاحظات كده عشان لو سال فيه، ماشي يا شباب؟ طيب بالنسبه لنا بقى الشيت بتاعنا، الشيت هتلاقي شويه نظري في الاول كده، شويه حاجات نظري اللي احنا قلناه في الاول، مثلا ايه الشيت طبعا على السيديمنتيشن والكواجوليشن، على السيديمنتيشن كامل يعني بالنوعين، بالنوعين بتوعه. فمثلا ال WTBD اللي هي الووتر تريتمنت بلانت ستيجز انكلود، المراحل بتاعه المعالجه تشمل الفلتريشن ولا الديسانفكشن ولا اي او بي كوريكت ولا اي او بي فولس، فيها الاثنين، فيها الفلتريشن وفيها الديسانفكشن. All the following are types of sedimentation except، كل الانواع دي انواع من انواع الترسيب او السيتلينج، ما عدا هايد سيتلينج ولا الديسكريت ولا الكومبريشن ولا التنشن. في حاجه اسمها تنشن سيتلينج؟ لا، احنا عندنا الديسكريت موجود، وفي عندنا فلوكلاند سيتلينج النوع الثاني، وفي الهايندرد او الزون سيتلينج، والكومبريشن سيتلينج، الاثنين دول بيحصلوا في مين؟ ميه الصرف. يبقى الاجابه هي مين؟ يا ده هتلاقينا حاطط لك الاجابات تحت، انا حاطط لك الشيت كده من غير حل الاول عشان اللي عايز يجرب، وبعد كده هتلاقيه محلول تحت. اكشن زونز ان ا تيبيكال سيديمنتيشن بيزن انكلود، المناطق بتاعه الترسيب فيها السلادج زون، الاوتلت زون، اي او بي كوريكت ولا ريستريكتد زون، فيها الاوتلت زون والسلادج زون الاثنين صح، يبقى ايه وبي كوريكت. فاكتورز افكتنج سيديمنتيشن بروسيس انكلود، عمليه الترسيب بتشمل العوامل اللي بتاثر عليها، التنشن تايم، الفي سيتلينج، الدبس، اول اوف ذس، كل الحاجات دي بتاثر على مين؟ على عمليه الترسيب. سيتلينج فيلوسيتي اوف بارتكلز از افكتد باي اول ذا فولوينج اكسبت، سرعه الترسيب بتتاثر بكل الحاجات دي ما عدا البارتكل سيتلينج ولا الفيسكوزيتي ولا الانتيك تايب ولا السبيسيفيك جرافيتي. يعني الحبيبه سرعه ترسيبها بتتاثر بالانتيك، بنوع الانتيك، هل دي ليها علاقه اصلا بالموضوع خالص؟ بره الموضوع خالص، هي ديت ايه؟ مش تبع. To ensure that all particles settle in sedimentation zone, surface loading rate must be نقط ال V-settling. احنا قلنا عشان يحصل ترسيب لازم ال V-settling سرعة الترسيب تكون أكتر أو يساوي surface loading rate. يبقى surface loading rate must be إيه؟ لزق، لازم تكون أقل من ال V-settling. In coagulation process، لا طبعا اللي جايين دول بقى على الإيه؟ على الجزء الثاني اللي هو الكواجيوليشن، احنا لسه هنشوفه.
المسائل في الامتحان يا شباب، ادي اول مسألة اهي جايبها، بس تقريبا ديت يعني ايه على الشابتر اللي فات اللي هي على الـ على الانتيك ستراكشر، يعني مدي لك العدد السكان والاستهلاك والريت اوف بوبوليشن 1.5 والووتر كونسبشن انكريز 15%، وبدأ يسأل مين اكتر انتيك مناسب. يلا بالمرة نراجع الانتيك. هو قال لك ايه؟ نارو نافيجابل كانال، تمام، ونان بولوتد شور، ضيق ونافيجابل، تمام، ونان بولوتد شور. هل قال لي اي حاجه عن الدبس؟ لو هو نارو نافيجابل ونان بولوتد وقال لي الدبس اكتر من 4 يبقى انا هختار السبمرجد انتيك. طب طالما قال لي نان بولوتد شور وما قاليش اي دبس، يبقى الاولى هو مين؟ هو الشور انتيك افضل. الديزاين بوبوليشن بعد 40 سنه، تعرف تحسب لي البوبوليشن بعد 40 سنه؟ هنشوف بقى كده ايه الحاجات دي بالحل بتاعها. عدد السكان بعد 40 سنه هتقول لي 280 الف الحالي في 1 زائد 1.5 على 100 اس ايه؟ اس 40. طب الافريج فلو ريت افضل افتر ديزاين بيريود 40 ييرز، الكيو دي الكيو افريج بعد 40 سنه بيساوي البوبوليشن بعد 40 في الووتر كونسبشن بعد 40. انا حسبت البوبوليشن بعد 40 سنه اهو. طب الووتر كونسبشن برضو نفس القانون، 250 الووتر كونسبشن الحالي في 1 زائد نسبه الزياده على 100 اس 40، طلعت الووتر كونسبشن، يبقى كيو افريج في الفيوتشر بيساوي ده في ده على ايه؟ على 1000. الديزاين فلو ريت فور كوليكشن وركس افتر 40 ييرز، كيو ديزاين بكام؟ 1.1 في مين؟ في الماكسيمم مانث اللي هو 1.1 في 1.5 في ايه؟ الافريج. تاخد الرقم طبعا بتختار اقرب حاجه، يعني انا طالع معايا 464.99 تاخد 465 اقرب رقم يعني. البريزنت ديزاين فلو ريت فور كوليكشن ورك كيو ديزاين بتاعه البريزنت اللي هي 1.1 في 1.5 في الافريج بتاع البريزنت اللي هو ال 280000 في ال 250 على 1000. طيب هو هنا بقى في الامتحان هيديك زي كده بالظبط، assuming design velocity كذا، هو مديك السرعه ب 1.5 in the future. The required number of 700 ملي diameter intake pipes، ها عشان اصمم الماسوره كيو بيساوي area velocity، يبقى الاريا بيساوي كيو على الفيلوستي. كيو ديزاين انت حسبتها فوق اهي، والفلوستي هو الزمك ب 1.5، بس خلي بالك الكيو دي متر مكعب في اليوم وال 1.5 متر على الثانيه، فلازم اضرب في 24 في 60 في 60 عشان احولها ايه؟ احول داي لسنه، طلعت 1.7 متر مربع. الاريا دي بيساوي ايه؟ ان في باي على 4 في فاي تربيع. انا مديك الفاي ولا لا؟ اهو قايل لك 700 مللي، يبقى الفاي بوينت 7، يبقى المجهول الوحيد هو مين؟ هو ان. يبقى الام سي كيو هو هيظبط اموره ان المجهول يبقى واحد بس، حاجه واحده بس. طلعت ال ان 4 وشويه، اخترع ايه؟ الرقم الاعلى 5 بايبس. طيب الاكشوال فيلوستي ان ذا فيوتشر ويل بي، السرعه الاكشوال في الفيوتشر، ما انا عارف بقى دلوقتي الاريا اكشوال ان انا قربت ل 5 بايبس، يبقى 5 في باي على 4 في فاي تربيع، والفي اكشوال بيساوي كيو ديزاين على الاريا اكشوال. كيو ديزاين اللي هي الرقم بتاعك كيو ديزاين في الفيوتشر، على الاريا اكشوال. كيو ديزاين ايه ال 115 دي؟ لا المفروض اللي هي الرقم ده، هتلاقي الحسبه صح بس انا ايه يعني خدتها كوبي غلط. تمام، هتاخد الكيو ديزاين في الفيوتشر وتقسمها على الرقم ده، يطلع لك 1.34 اللي هو ايه؟ انت زودت الاريا شويه فقللت لك السرعه عن ال 1.5 ايه؟ شويه صغيرين، بدل ما كانت 1.5 بقت 1 كام؟ 34. تمام كده؟ الاكشوال فيلوستي في البريزنت، السرعه في البريزنت، الفي اكشوال في البريزنت بيساوي كيو ديزاين ناو على الاريا اكشوال. تمام؟ كيو ديزاين ناو كام؟ كيو ديزاين الحاليه واتبدله بس، كيو ديزاين الحاليه هي الرقم دوت كده، تمام، على الاريا وتقسمهم على بعض كده يطلع لك الايه؟ الرقم 0.69 اللي هي تقريبا كام؟ 0.7. ماشي كده؟ طيب ال if intake pipe length is 100 الفريكشن لوسز في الفيوتشر هتبقى بكام؟ الهيد لوس بيساوي ايه؟ هنحسب بقى من معادلة هازن ويليام، في اكشوال بيساوي 0.355 في السي في الدي اس 0.63 في الاس اس 0.54. معاك الفي اكشوال في الفيوتشر اللي هي الكبيرة، طبعا مش هتختار ال 7 من 10، هتاخد الايه؟
الكريتيكال الكبير والديامتر عندك 100، لا المية قصدي الدراج كوفيشنت، والديامتر 7 من 10، وهتطلع الاس وتحسب الهيد لوس بيساوي اس في ال، وتطلع الايه الفريكشن لوس. دي كده مسألة على شابتر 2، بس مش عارف يعني ايه اللي دخلها في شابتر 3 يعني في الشيت. هو ممكن يكون هو ايه زي زيارة تدريب كده ليكوا يعني. طيب لما يسأل بقى في المسألة بتاعتنا احنا، قال لك a water treatment plant is to process 40,000 متر مكعب. هو مديك الكيو ديزاين جيفن، and the settling basin is to operate at 0.75 متر بير اور. مين ده؟ مين ال 0.75 متر بير اور؟ دي الفي سيتلينج او السيرفس لودنج ريت. يبقى انت دايما تعرفها منين؟ من الوحده. الوحده بتاعت السيرفس لودنج ريت متر مكعب لكل متر مربع في اليوم او في الساعه او في الدقيقه، او لما اقسم المتر مكعب على المتر مربع يديني متر في اليوم او في الدقيقه او في الساعه او في الثانيه. اي وحده في فيلوستي يعني، او متر مكعب لكل متر مربع لكل زمن، يبقى ديت مين؟ السيرفس لودنج ريت او الفي سيتلينج. The number of rectangular sedimentation tanks 40 في 10 is، هو هيسألك اهو بالتفصيل عدد احواض الترسيب اللي ابعادها 40 في 10 بكام؟ انا دلوقتي لما معايا ال V settling او surface loading rate اللي هي 0.75 متر مكعب لكل متر مربع في الساعه، اللي هي متر في الساعه، لما اقسم متر مكعب على متر مربع هيديني متر، تمام؟ اضربها في عدد ساعات التشغيل اللي هي 24 يديني 18، او ان انا اخد الرقم ده زي ما هو كده واقول الاريا بيساوي كيو ديزاين على السيرفس لودنج ريت، اقسم كيو ديزاين بالمتر بير داي اقسمها على 18، او لو انت عايز تظبط امورك هتاخد الرقم ده كده تقسمه على مين؟ على 0.75. المهم ان انت تخلي الوحدات زي بعضيها، هتقسم الاور تقسمه على الاور اللي زيه، تقسم بير داي تقوم محول لي دي داي هي كمان، وتقسم على الدي اللي زيها اللي انت عايزه. بس لما اجي احول السيرفس لودنج ريت هضرب في 24 ثابته، لما اجي احول الكيو ديزاين لازم اقسم على عدد ساعات التشغيل بتاعتنا يا شباب، عدد ساعات تشغيل المحط. هو هنا ما الزمنيش بعدد ساعات تشغيل. طيب الاريا بيساوي كيو ديزاين على السيرفس لودنج ريت، طلعت الاريا بيساوي ايه؟ ان في ال في بي. انا معايا ال ال والبي 40 و10، طلعت الايه؟ هتبقى المسائل في الامتحان بالشكل ده كده يا شباب. انت بس لو عارف ان السيرفس لودنج ريت بيطلع الاريا هتطلع على طول، هتخلص المسألة. طيب ايه تاني؟ if the depth is 3 متر ال retention time بتاع التانك ده بكام؟ زمن البقاء بكام لو ال depth بكذا؟ ما انا عارف ان ال volume بيساوي Q design في retention time، يعني ال retention time بتاوي ال volume على Q design. Q design معايا هاخد انهي وحدة؟ خدت اللي بال hour، وال volume انا لسه حاسبه من شوية، انا عندي عدد الاحواض 6 والطول 40 والعرض 10 وهو مديني ال depth 3، فطلعته طلع 4.3 شويه اللي هو 4.32% ايه اهو. يبقى انت لو عارف الكرايتيريا عباره عن ايه والقانون ايه خلاص خلصت. طيب اذا سيف وير لينس ويل بي ات ليست ال وير السيف، يبقى انت كده اكيد الوير لودنج ريت هيطلع عن سيف. تعال نحسبه كده، كيو ديزاين واحنا بنتكلم على ريكتانجولار ان في بي 40,000 على 6 في 10 اداني 666 اكتر من 300، يبقى ده ان سيف. طب لو عايز اخليه سيف هحط الوير لودنج ريت 300 وادي ال 6 وادي 40,000، هيطلع كام؟ 22% ايه؟ متر. طيب if the removal ratio is 90%، مين الريموفال ريشيو؟ ال ار ار اللي في القانون ده او الافشنسي، والكونسنتريشن اوف سسبندد سوليدز وتركيز الماده العالقه 300 اللي هو السسبندد سوليدز دي، والسلادج ريموفال توايس بير داي وبتشال مرتين في اليوم اللي هي الان كابيتال، and solid content is 3% اللي هي الواحد ناقص الوتر كونتنت على بعضيها ب 3%، او معنى ان دي 3% يبقى الوتر كونتنت 97%. The volume of sludge hopper will be، حجم السلادج هوبر تعوض في القانون تجيب سلادج هوبر. طيب if sludge pipe is 200 مللي with 1.5 متر على الثانيه فيلوستي، لو السلادج بايب سرعتها يعني القطر بتاعها 200 والسرعه 1.5، الويذدرول تايم بكام؟ احنا عارفين ان التصرف بتاع السلادج بيساوي الفوليوم على الويذدرول تايم، يبقى الويذدرول تايم بيساوي الحجم السلادج على التصرف بتاع السلادج. طيب هو التصرف بيساوي ايه؟ مش كيو بيساوي الفيلوستي في الاريا، السرعه في الاريا، صح؟ يبقى انا معايا حجم السلادج اللي انا طلعته في الخطوه اللي فاتت 29.41%،
على السرعة 1.5 متر على الثانية، في الاريا باي على 4، في فاي تربيع اللي هي 2 من 10 اللي هي الايه 200 مللي يعني تربيع، طلع كام؟ 624. ايه انا حط ال 1.5 دي متر على الثانية، وبالتالي ده هيطلع بالثانية، اقسمها على 60 هتطلع لك 10 وشوية ايه مينيتس. بس كده. السؤال اللي بعد كده ده على الايه، على الكواجوليشن، باقيين كلهم على الكواجوليشن. ده السؤال اللي جه على البلين سيليمنتيشن في الشيت. الباقي كله على الكواجوليشن. تمام كده. طيب في الامتحان بقى، بص كده، امتحان السنة اللي فاتت ولسه ما تعملوش فورمات، يعني الأسئلة بتيجي مباشرة جدا، يعني مثلا في النظري مثلا، one of requirement of typical sedimentation tank is that walls of the tank to be completely smooth and vertical. من إحدى الاشتراطات بتاعة ال typical sedimentation tank إن الحوض تكون رأسية وسموز. صح، لسه قايلينها من شوية في الاشتراطات. surface loading rate in settling tank must be less than or equal to settling velocity of settled particles. صح، surface loading rate لازم يكون أقل أو يساوي ال V settle. ماشي. water retention time in settling ranged between 2 ل 5 hours. صح، تمام، وهكذا. هتلاقي الحاجات ايه، واضحه جدا. there are two types of sedimentation according to operation technique, batch و continuous. صح، الحاجات لو انت عارف ايه اللي بيتكلم عنه هتلاقي نفسك بتجاوب على طول. تمام. السؤال بتاع ده بتاع شابتر 2 فاكر منه بقى دلوقتي. السؤال بتاع السيديمنتيشن هنا السنه اللي فاتت عمل ايه؟ مجمع لهم كله مع بعضه، يعني ايه جمع لهم كله مع بعضه ازاي؟ يعني جاب لهم المساله بتاعت السيديمنتيشن ومساله الانتيك مع بعضهم كده. ازاي بقى؟ جاب لك السورس بتاع الميه اهو، شالو نافي جابوا الكنال 30 متر ويدز ونون بولوتد شو، شالو نافي جابوا الكنال 30 متر ويدز شالو، يبقى كده ما ينفعش السبميرج، ونافيجابل كانال 30 متر ويدز ما ينفعش بايب انتيك، ونون بولوتد شور يبقى اللي هينفع هو مين؟ هو الشور انتيك. ومديك عدد السكان 380، الووتر كونسمشن 250، والريت بتاع ده والريت بتاع ده. مساله تقليديه عاديه خالص. هتحسب الديزاين بوبيليشن، الافريج فلو، كيو افريج، زي المساله اللي احنا لسه حليناها في الشيت بالظبط، والكيو ديزاين بعد 40 سنه. طيب على اعتبار ان السرعه 1.35 في الكوندويت، عدد ال 1000 ملي بايبس اوف انتيك كوندويتس ويل بي، عدد المواسير الالف زي ما عملنا قبل كده بالظبط عادي لحد هنا كده ايه زي اللي فات. طيب for the same intake designed above after 40 years the governorate decide to extend the design period of project for additional several years، يعني قرروا ان هم يزودوا الديزاين بيريود لشويه سنين زياده، والماكسيمم فيلوسيتي في الكوندويتس allowed to increase to 165، وهيخلوا السرعه بدل ما هي كانت 1.35 هيزودوها لحد 1.65. What should the maximum design flow rate؟ احسب لي الكيو ديزاين الجديده. نعمل ايه؟ هتيجي كده للحل اهو، ادي الحل التقليدي العادي خالص اهو لحد الكيو ديزاين، وطلعت ال N، عدد المواسير 4. تمام، عايزين بقى نحسب الكيو ديزاين النيو، كيو ديزاين الجديده بيساوي الاريا في الفلوستي، الفلوستي الجديده 1.65، والاريا 4 باي على 4 في القطر بتاعها 1 متر اللي هو 1000 مللي يعني. طلعت الايه؟ الكيو ديزاين الجديد. طيب هي كيو ديزاين دي اهي، طلعتها متر مكعب بير سكند، ضربتها 24 في 60 في 60 هتطلع الرقم دوت متر مكعب بير ايه؟ بير دي. طيب هو عايز ايه تاني بعديها؟ قال لك الماكسيمم ديزاين فلو ريت قلناها خلاص. فور ذا نيو ديزاين فلو ريت بالكيو اللي انت حسبتها من شويه دي، وات شود ذا ماكسيمم سيرفد بوبيليشن ات ذا اند اوف ذا نيو ديزاين بيريود اسيوم الووتر كونسامشن كونستنت. قول لي الديزاين البوبيليشن كام، يعني في نهايه المده التصميميه الجديده دي عدد السكان هيكون كام، كام مليون او كام الف. هتبدا انت معاك كيو ديزاين الجديده بيساوي البوبيليشن في الووتر كونسامشن على 1000 في 1.5 في 1.1 اللي هو كيو ديزاين 1.1 في 1.5 في الافريج. طيب انا معايا كيو ديزاين الجديده اللي انا لسه حاسبها فوق دي، تمام، والبوبيليشن 250 على 1000 في 1.5 في 1.1 المجهول الوحيد هو مين، هو البوبيليشن. هتقوم مطلع البوبيليشن وتختار اقرب رقم. تمام، هتلاقي فرق طبعا بين الرقم دوت والرقم اللي انت مطلعه، يعني هتاخد اقرب حاجه ليه.
أربعة أربعة سبعة تمانية ستة خمسة، ده اللي طالع معانا. والاختيارات أربعة أربعة سبعة ستة تلاتة تمانية، فأنت هتبدأ تشوف إيه أقرب رقم فيه. ماشي. طيب based on maximum survey population what should the new design period، على حسب السكان اللي انت حسبته من شوية ده، قول لي الديزاين بيريود الجديدة هتبقى كام. ها ما انا عارف ان البوبيليشن بيساوي البوبيليشن الحالي في واحد زائد الار الكل اس ان الحالي 380 الف، والريت معايا والان هي المجهولة تطلع الان كام 52 و9 اللي هي تقريبا 53 سنة. تمام، ادي تكملة الانتيك 52 او 53، اي اجابه اقرب اجابه اللي هي 52. طيب based on the design، based on the design flow rate calculated for design period of 40 years، على حسب الفلو ريت بتاع ال 40 سنه اللي هو الاولاني خالص بقى اللي انت حسبته في الاول، and for design of plain sedimentation، وتصميم البلين سيديمنتيشن، دخلك على السيديمنتيشن اهو، لو settling velocity 31 متر بير داي، ماشي، the required number of sedimentation اللي طولهم 60 وعرضهم 10 will be، هتبدأ انت تقول لي والله السيرفس لودنج ريت او الفي سيتلينج بيساوي كيو على الاريا. الفي سيتلينج هو مديها لك 31 متر بير دي، فهاخدها الوحده اللي هي متر مكعب في اليوم، والطول والعرض 60 و10 طلعت الان بكام؟ ب 20 تانك. روح ايه؟ اختار الرقم بتاعك، طلع 20 تانك. طيب based on retention time 3 hours الووتر ديبس هيطلع كام؟ على اساس الريتنشن تايم 3 ساعات، هو الريتنشن تايم ده بيطلع لنا ايه يا شباب؟ الفوليوم بيساوي كيو ديزاين في مين؟ في الريتنشن تايم. ادي الفوليوم بيساوي كيو ديزاين في الريتنشن تايم، طلعت الحجم بتاع الحوض. طب هو الفوليوم بيساوي ايه؟ العدد في الطول في العرض في الديبس، معايا العدد 20 والطول 60 والعرض 10 والديبس هو المجهول طلعته 382 اللي هو تقريبا ايه 385، ماشي كده. طيب ايه كمان طلبه؟ طلب assuming الرو سسبندد سوليدز 100 والريموفال افشنسي اللي هي الار ار دي ريموفال ريشيو يعني 90%، الديلي فوليوم اوف سلادج وذ 4% سوليد كونتنت هيطلع كام؟ هو عايز الديلي فوليوم، خلي بالك عايز مين؟ الديلي فوليوم اللي هو الحجم اليومي كله اللي هو الارقام كبيره، يبقى انا كده مش هقسم على ان وان. تمام كده، اجي اقول له الديلي فوليوم اوف سلادج بيساوي كيو ديزاين سسبندد على ريموفال على 1 ناقص الووتر في الجاما في 10 اس 6 من غير ان وان، هيطلع لك 810 وشويه. طيب عايز ايه تاني؟ فور ذا سيم ديزاين دي بلين سيديمنتيشن تانكس كالكوليتد ان بوينت 9، لنفس عدد احوال الترسيب اللي انت حسبتهم في النقطه 9 اللي هم ال 20 تانك دول. And after 40 years the governorate decide to extend the design period for project to new design period، برضه قرر ان هو يزود الديزاين بيريود بدل ما هي 40 يخليها ايه؟ الديزاين بيريود calculated in point 8 اللي انت حسبتها في الفتره في النقطه رقم 8 اللي هي 52 الجديده دي، قرروا ان هو يخلوها بدل 40 خلوها 52. Based on the new design flow rate calculated in point 6، على حسب الكيو اللي انت طلعتها في النقطة 6 اللي هي الجديدة دي، عايز ايه؟ The surface loading rate in sedimentation tank will be، تعرف تحسب لي surface loading rate؟ ما هو surface loading rate بيساوي Q design على الاريا، انهي Q design وانهي اريا؟ Q design الجديدة والاريا الجديدة اللي هي Q design اللي انت حسبتها في النقطة رقم 6 اللي هي كانت طالعة 4 4 7 6 3 8 دي. تمام؟ ايوه ده انا خدت الرقم اللي هو اللي طالع معايا حقيقي في الحسابات بتاعتي انا يعني، ماشي. هتلاقي طبعا الناتج ده وده مختلفين ايه شويه ارقام كده يعني. على الاريا الحقيقيه هم 20 تانك في الطول 60 في العرض 10، طلع السيرفس لودنج ريت كام؟ 37.3 بدل ما كان في الاول هو فرضه 31، لما زود الديزاين بيريود وزود الكيو فزود له الايه؟ السيرفس لودنج ريت شويه. طيب ايه المطلوب الاخير؟ قال لك based on new design flow rate على حسب الكيو الجديده ونفس الكونديشن اللي موجودين في النقطه رقم 11، نفس ال 100 ونفس ال 90% وال 4% دول، الديلي فوليوم اوف سلادج، ها كل اللي هيتغير بس في القانون ان انت هتغير الكيو ديزاين عن الكيو ديزاين، بدل ما كان كيو ديزاين في الخطوه اللي فوق 367000 هتحط الكام؟ ال 447000 وشويه دول، هتطلع لك حجم سلادج ايه؟
يبقى انت شباب لو فاهمين او انت لو فاهم المساله بتتكلم على ايه، انا بستخدم الريتينشن تايم بطلع منه حجم، بستخدم الفي سيتلينج او السيرفيس لودنج ريت بطلع منه اريا، الحاجات الاساسيه دي كده هتلاقي نفسك بتحل المساله بسهوله. اتمنى ما اكونش يعني طولت عليكم، ويكون الموضوع ان شاء الله واضح، وان شاء الله بالتوفيق دايما كده.